النهارده هنقول بقى الايدجز في الايدنتيفيكيشن. انا عارفه في مشكله بتبقى في الايدجز طبعا وبحفظ الارقام، هنحاول نحفظها ايه على قد ما نقدر مع بعض ان شاء الله. نبتدي كده. الايدجز فروم بونز، اوكي، احنا متفقين هيبقى زي ما قلنا قبل كده، دايره صغيره دايره كبيره، خط بالطول خط بالعرض. هنعرف الايدج منين؟ دايره صغيره دايره كبيره، خط بالطول خط بالعرض. الدايره الصغيره حاجه تسمى الاوسيفيك سنتر، الدايره الكبيره حاجه تسمى سكال. الخط اللي بالطول اسمه ايه؟ ميدلري كافيتي. الخط اللي بالعرض اسمه ايه؟ ايبيفيزيال لاين. يبقى متفقين كده، عشان دي بتيجي كيسز كتير قوي، اي كيس في اي امتحان في اخر السنه او في الرام بيبقى فيه لازم سؤال ازاي تعرف تسمن الست ابراج للايدج. خلاص، طيب يبقى متفقين دايره صغيره دايره كبيره، خط بالطول خط بالعرض. نحاول نحفظ بقى مع بعض الارقام عشان هي دي المفروض ايه، لو روحت البيت وسبتها كده وحفظتها كله هيدخل في بعض، فنحاول نفتكر على قد ما نقدر. الدايره الصغيره حاجه اسمها اوسيفيك سنتر، او ايه، دايره بتطلع في نهايه البون اللي منها الاوستيوبلاست بتبتدي تشتغل، دي السنتر بتاعت الاوسيفيكيشن، تحول الكارتج لايه؟ لبون. طيب السكال كلنا عارفينها، السكال مع المندبل والتيس، نرسم كده مندبل والتيس تحتيه عشان نبقى عارفين هنتكلم على الايدج فروم سكال اند مندبل اند تيس. الميدلري كافيتي دي حاجه اللي هنبتدي بيها ونخلص منها. هنحفظ في الميدلري كافيتي 30 و 33، بس هما دول الرقمين اللي هبتدي بيهم. ايه بقى موضوع الميدلري كافيتي؟ الميدلري كافيتي فتحنا عظمه تسمى الهيومرس وعملنا فيها ايه؟ بصينا على الميدلري كافيتي جوه، فتحناها شقيناها لونجتيودنال سكشن كده، وبصينا من جوه، بصينا على الكافيتي او القناه اللي موجوده جوه. شفنا القناه اللي جوه، لقيناها قناه ماشيه كده، قناه ماشيه 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 ماشيه. طب ما هي ممكن ما تكونش واصله للحته دي. ايه هي الحته دي؟ حاجه اسمها سيرجيكال ناك اوف ذا هيومرس. انا شفتها بقى، لا القناه محفوره محفوره ومفتوحه ووصل السيرجيكال ناك. اول ما شفتها وصل السيرجيكال ناك قلت تبقى الشخص ده تم 30، يبقى ابتدي بالاس كده، السيرجيكال 30 ييرز دي البدايه بتاعتي. طب لو القناه كملت لفوق ووصلت لفوق حاجه اسمها الاناتوميكال ناك اوف ذا هيومرس، يبقى الشخص ده عنده 33 ييرز. ايه ده؟ هي الهيومرس يا ولاد عندها تو ناك؟ اه، اسم الاناتومي عنده ناك واسم الجراحه عنده ناك، مختلفه تماما. اسم الجراحه قال ايه؟ او جراحه العظام قال ايه؟ انا بشتغل على الحته دي كتير لان هي دي اضعف حته بتتكسر. ما دام اضعف حته بتتكسر هسميها بناء على الاسم بتاعي سيرجيكال ناك. يبقى الميدلري كافيتي لو وصلت لغايه الحته دي، يعني مثلا في هيومرس ثانيه لا وصلت لغايه بس الحته دي لسه ما وصلتش للسيرجيكال ناك، يبقى شور الشخص ده قال لي طبعا من 30 ييرز. يبقى انا بشوف القناه ماشيه 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 وصلت لاسم العظام، يبقى ده عنده 30 ييرز، تم 30 ييرز، قدرت اسنن من وصول القناه للحته دي. بتوع الاناتومي قالوا مالناش دعوه، احنا الناك بتاعتنا زي ما احنا متعلمين، الديفينيشن اوف ناك في الاناتومي ايه؟ ذا بارت ويتش فولو هيد، الحته اللي تحت الهيد على طول. الحته اللي تحت الهيد على طول اسمها ايه؟ اناتوميكال ناك. هم قالوا بقى لا، احنا بقى لو لقيتي القناه دي وصلت لل اناتوميكال ناك بتاعت اسم التشريح، يبقى الشخص ده عنده كام؟ 33 ييرز، يبقى ده اللي هحفظه. ال 30 الاولانيه اللي هي الاس الاولانيه سيرجيكال ناك، يبقى الشخص ده تم 30 ييرز. طب لو وصلت للاناتوميكال ناك بتاع اسم الاناتومي يبقى 33 ييرز. خلي بالك كل الارقام اللي هقولها ده للميل، دايما الفيميل تسبق الراجل بسنتين، يبقى نحفظ بقى ليه؟ عشان عندها استروجين فهو بروموت الجراس، تمام؟ يبقى الفيميل دايما بتسبق الراجل بسنتين. يعني هنا بدل
ما اقول 30 المفروض اقول 28 بدل ما اقول 33 اقول الست بتوصل عند 31 بس انا مش عايزاكم تحفظوا الارقام بتاعت الفيميل خالص عشان ما تتلخبطوش احفظ برقمين بس وفي الامتحان تبقى ناقص السنتين يبقى اللي هحفظه 30 و 33 شكرا انا مش عايزه حاجه اكتر من كده في الامتحان تبقى العب بقى ده فيميل لا هنقص ماينس 2 مش قضيه خلاص كده طيب يبقى ده اول رقمين عرفناه هنمسح على الميدالري كافيتي وخلاص هننساها خالص ومش هنفكر فيها تاني طيب تعالوا بقى بس خلي بالك انا قلت دايما الست افتكر الكلمه دي الست بتسبق الراجل بسنتين اه في ايه في الهيافات في الاطوال الاطوال اللي هي ايه الميدالري كافيتي والابيفيزيال لاين في الخطوط لكن ما بتسبقهوش في الدوريات وافتكر الكلمه دي دايما بقول ايه اه اصل الفيميل اه هما فعلا ناقصات عقل ودين دي حاجه طبيعيه وحاجه اساسيه ودي حاجه ما تعيبنيش ناقصات عقل ودين يعني ايه احنا بس بنسبق في الاطوال والمنظر يعني لو اخ واخت عند بعض توام الاخت تبان يتقابل بدري كده فرعت بدري دي كبرت باين عليها طولها باين عليها انها اطول من اخوها واخوها مقروض كده هي دي الاطوال لكن في مخها لا ما بتسبقهوش في مخها حتى يعني لو جينا قسنا حتى الويت بتاع البرين اه الويت بتاع البرين بتاع الراجل اكبر دي برده حاجه ما تعبنيش دي حاجات فيزيولوجيكال وما تعبنيش خلاص طيب يبقى خلصنا اول حاجه اللي هو اللي بالطول الميدالري كافيتي اللي هو 30 و33 خلاص طب الفيميل انساها دلوقتي خالص عشان هنبقى نعملها كيس وهنعملها زي مساله دلوقتي هتكلم على ايه بقى هتكلم على السيفيك سنتر اللي هي ايه الدايره الصغيره ايه الدايره الصغيره دي تعالى انت بقى عندك في البيت او دلوقتي معايا هتعملوا ايه هتقسم هتجيب ورقه بيضه كده وهتقوم قاسم الصفحه 2 قاسم الصفحه 2 للابر ليم واللور ليم عشان نخلص منهم احنا دلوقتي بنتكلم على مين الاوسيفيك سنتر الاوسيفيك سنتر دي بتبان بالاكس راي عباره عن سنتر بتبان احنا بنسنن بقى من وقت ظهور السنتر ده في البول عندي كده هقسم الصفحه هكتب هنا هتكلم على اللور ليم هنا هتكلم على الابر ليم طيب هرسم رسم كروكي انا حتى رسمي وحش يعني فانا مش طالبه اي رسم بالتفصيل ولا اي حاجه ادي عظمه الفيمر اهي وادي عظمه واحده هنا بس فيها عظمتين التيبيا والفيبلا ايه ده انت خليتي التيبيا والفيبلا عظمه واحده اه لازم تعرفوا ان احنا بنحط الاثنين في عظمه واحده ليه الفيبلا المعلى التيبيا التيبيا لو قالت على رقم الفيبلا بيكتبوا وراها امين يبقى عشان كده انا ما فصلتهمش عشان ما تتلخبطش لكن لو دخلت الممتحن في الشفوي او جالك في الريتن فيبلا ما تقولش لا انا ما اعرفش الفيبلا لا الفيبلا زي التيبيا بالظبط ها ماشي وراها الارقام بتاعت التيبيا هي هتبقى نفسها الارقام بتاعت الفيبلا خلاص يبقى الفيمر ادي التيبيا والفيبلا وادي تحت عظم القدم رسم كروكي كده موجود تحت طب نبتدي بقى هنا لسه هشرح في الابر ليم طب نبتدي بقى نعمل ايه هنجيب كده هنحط واحد من فوق اتنين من تحت واحد من فوق اتنين من تحت واحد من فوق اتنين من تحت وان يير من فوق اتنين يير من تحت في نص الصفحه لان واحد واتنين هيتاخدوا في الابر واحد واتنين هيتاخدوا في اللور اللور هنا والابر هنا يبقى واحد واتنين في نص الصفحه صعبه دي واحد من فوق اتنين من تحت واحد من فوق اتنين من تحت خلاص نبتدي بقى ايه واحد يير يعني بعد ما تتولد يبقى عندك سنه 2 years يعني بعد ما تولد تبقى عندك سنتين، لا أنا عايزة أتكلم على الأوسيفيك سنترز بتاعت الإيه اللور ليم. واحد من فوق معناها الأبر إند أوف ذا فيمر الأوسيفيك سنتر بتظهر عند سنة. أمال إيه 2 years؟ اللور إند أوف تيبيا أند فيبيا عند سنتين، صعبة دي؟ واحد من فوق اتنين من تحت نهايات الرجل. أبر إند أوف ذا فيمر عند سنة بعد ما تتولد، أمال اللور إند أوف تيبيا أند فيبيا عند سنتين بعد ما تتولد. يبقى إيه سهلة؟ 1 year و 2 years. يعني معاك ظهورها اول ما بتشوفها في الاكس راي وتشوف الاوسيفيك سنتر بتاعت الابر اند اوف فيمر ظهرت اقول بس ده الولد عنده سنتين عرفت اسننه من معاك ظهور الاوسيفيك سنتر تمام طب تعالى بقى نكمل اللور ليم للاسف اللور ليم كلها بتطلع انترا يوتراين فاحيانا تلخبطك انها طلعت في بطن ماما هنشتغل بالمانثس بقى وانت بطن ماما طلعت لك ايه بقى
هنبتدي الاول هنقول كا 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 كالكينيس. عظمة تسمى كا 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 كالكينيس، موجودة في كعبك. كعبك هو عظمة تسمى كالكينيس. طيب عشان في العمل كده تبقى عارف فين العظمة اللي هي موجودة، كعبك اللي بتمشي عليه اسمها كالكينيس. بتظهر امتى الاوسيفيك سنتر بتاعتها؟ تعالى بص السي بتاعتي هكملها واقفلها عشان تبقى دايرة. تبقى دايرة شكل الخمسة، خمس اشهر وانت في بطن ماما، صعبه؟ يبقى كا 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 كالكينيس يعني كعب، كا كا كالكينيس كعب. السي رحت مقفلها خمس اشهر عشان افكرك، خمس اشهر وانت في بطن ماما هي طلعت. طب هناخد عظمه ثانيه، عظمه تسمى تي 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 تيلس. انا ليه بقول تيلس؟ عشان هي اللي موجوده تحت التيبيا على طول، في القدم برضه بس تحت التيبيا على طول. بص التي بتاعتي، بص التي بتاعتي هعمل فيها ايه؟ هزود، ها هزود شرطه كمان، هزود شرطه عشان تبقى تفكرك بانها ايه؟ 7 months وانت في بطن ماما، intrauterine 7 months وانت في بطن ماما. ادي 7 بتاعتي اهي، وادي الخمسه بالعربي اهي. يبقى تاني، احنا لغايه دلوقتي اخدنا ارقام. حد فاكر الميدالري كافيتي؟ كانت الميدالري كافيتي اللي بالطول قلنا ايه؟ سيرجيكال 30، اناتوميكال 33. دخلت بعد كده على الاوسيفيك سنتر بتاعت الابر واللور، واحد من فوق اثنين من تحت، واحد من فوق اثنين من تحت. نهايات ها الفيبر، نهايات التيبيا والفيبرا اللي هم ايه؟ الفيبرا اما وراها. طيب جيت بعد كده انترا يوتراين، قلت اول عظمه عندي ايه؟ كا 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 كالكينيس اللي هي الكعب. عملت ايه في السي بتاعتي؟ قفلتها بقت خمس اشهر، يبقى خمس اشهر وانت في بطن ماما. بعد كده تي 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 تيلس، تيلس ها اللي هي عظمه تحت التيبيا، تي تحت التيبيا عشان العملي. عملت ايه في التي بتاعتي؟ زودت الشرطه بقت 7 months وانت في بطن ماما. يبقى لغايه دلوقتي اخذنا واحد واثنين بعد ما تتولد، خمسه وسبعه وانت في بطن ماما. هناخد رقم تاني، هناخد رقم ايه بقى؟ الفيبر. الفيمر عند كام؟ بص بقى انا بكتب الفيمر ازاي، ركز كده مع الاف بتاعتي. بكتب الفيمر ازاي؟ الفيمر بكتبها كده، الاف بتاعتي بكتبها كده. فكرتكم ايه الاف دي؟ الاف منظرها عامله زي رقم ايه؟ عامله زي رقم 8 months. يبقى الفيمر بتطلع عند 8 months. إذا انت لخبطتينا، ما انت لسه قايله لنا ان الفيمر عند 1 year بعد ما يتولد، امال ايه 8 months؟ اكيد اللور اند اوف ذا فيمر عند 8 months، يبقى دي ما تتوهش، ما احنا كنا خلصنا خلاص الابر اند اوف ذا فيمر. يبقى اللور اند اوف ذا فيمر هي اللي عند 8 months، الاف عامله زي الايد بالظبط، يبقى 8 months وانت في بطن ماما. طب اتبقى لنا رقم اخير وانت في بطن ماما؟ اتبقى لنا 9. الطماع بقى 9 اكبر رقم. 9 تساوي ني، 9 تساوي ني، 9 تساوي ني، 9 تساوي ني. ها مش صعبة بقى؟ يعني ايه 9 months؟ هتاخد منطقة الني. حد شاطر كده يقول لي يترجم لي كلمة ني، تاخد ثلاث اسطر. ايه الثلاث اسطر؟ أول سطر اللور اند اوف ذا فيمر 9 months، ثاني سطر الأبر اند اوف ذا تيبيا 9 months، ثالث سطر الأبر اند اوف ذا فيبيلا. ما هي دي متكونه من ثلاث عظمات، lower end of the femur، upper end of tibia، upper end of fibula. بيظهروا عند 9 months؟ ما انت لسه قايله لنا ان lower end of femur عند 8 months. يا سيدي ظهر عند 8 months وكبرت شويه وبقت 5 ملم in diameter عند 9 months، مش قضيه. انا عند مبدأ ظهرت عند 8 بس كبرت شويه وبقت 5 ملم عند 9 months. وايه كمان؟ معاها بقيه النيل، بقيه عظم النيل هو ايه؟ upper end of tibia and upper end of fibula، دي منطقه النيل. يبقى 9 equal ني، 9 equal ني، بس 9 قالت لا انا طماعه، انا خدني بس ده اكبر رقم. يبقى 9 equal ني زائد عشان طماعه اخذت كمان عظمه تسمى الكيوبويد. فين الكيوبويد دي؟ قدام السي الاولانيه. حد فاكر السي الاولانيه اللي هي الكالكينيس؟ يبقى الكيوبويد قدام الكالكينيس على طول. كيوبويد قدام، موجود قدام الكعب على طول، اسمها كيوبويد قدام الكالكينيس، قدام السي الاولانيه. خلاص يبقى ني، يبقى 9.
بس 9 طماع مش هتكتفي بال 100. 9 ايكوال ني 9 ايكوال ني 9 ايكوال ني. لا اخدت كمان عظمه تسمى الكيوبويد اللي قدام الكالكينس. كده خلصنا الاسيفيك سنتر اوف ذا لور لمب. يبقى مره ثانيه 1 2 سنه سنه 5 7 8 9 اشهر. 1 2 سنه سنه لكن هنا 5 7 8 ها ادي 1 2 5 7 8 9 وانت في بطن ماما تاني. يبقى اللور لمب. خلصنا المدلل الكافيتي حد فاكر سيرتش وسيرتسري. ماليش دعوه بالفيميل هنتكلم عن الفيميل بعدين. انا دلوقتي بتكلم عن الاسيفيك سنتر بتاعت اللور والابر سنتر الصح. واحد من فوق اثنين من تحت. upper end of the femur 1 year lower end of tibia and fibula 2 years وخلاص ارميهم. ابتدي في الشهور وانت في بطن ماما انترايتراين. 5 7 8 9 5 7 8 9 تاني كا 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 كالكينس الكعب. عملت اف السي بتاعتي قفلتها بقت 15. دخلت على عظمه ثانيه اسمها تي 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 تينس اللي هي تحت ها تحت التيبيا. عملت ايه في التي بتاعتي؟ حد فاكر التي بتاعتي؟ عملت شرطه بقت 7 مانثز. جيت لواحده ثانيه الاف بتاعتي، الاف بتاعتي عامله زي الاي تبقى الفيمر. الفيمر تاخد 8 مانثز. في ناس تقول لك احط اي حته في الفيمر يا دكتور، ما خلاص الابر حطيناها 1 يير يبقى اللور هي اللي هتاخد 8 مانثز. خلاص؟ اللور اللي هتاخد 8 مانثز. طيب وصلنا بعد كده 9 الطماع 9 ايكوال ني 9 ايكوال ني 9 ايكوال ني. بس انا 9 ده اكبر رقم يبقى لازم اديها كيوبويد كمان. فين الكيوبويد دي؟ قدام السي الاولانيه قدام الكالكينس. طب جيب لي كلمه ني ثلاث اسطر. ما ينفعش اكتب في الامتحان ني واسكت، لا ده ثلاث اسطر. لوور اند اوف ذا فيمر كانت ظهرت زمان عند 8 بس كبرت شويه ومالت شويه وبقت 5 ملم ان دايمتر عن 9. والابر اند اوف ذا تيبيا والابر اند اوف ذا فيبيلا. يبقى كده منطقه النيو يبقى 9 ايكوال ني زائد الكيوبويد. يبقى كده خلصنا ايه الاوسيفيك سنتر اوف ذا لور. تعالى بقى ندخل على الاوسيفيك سنتر اوف ذا ابر. برضه واحد من فوق اثنين من تحت بس المره دي هحط جنب الاثنين 7 يير. هي رقم اثنين قالت لي انا مرتبطه بالسبعه مش هسيب السبعه اهي. بص كده في ناس شايفاها اثنين في ناس شايفاها سبعه مرتبطين ببعض. ادي واحد وادي اثنين ادي رقمين التو. في ناس شايفه ايديا يعني انا لو عملت لحد كده ايه رايك دي كام دي؟ هيقولي اثنين. واحد تاني هيقولي لا سبعه. يبقى تو لازقه جنب السبعه تو ما تسيبش السبعه ابدا. في ناس تبص تقول ده علامه النصر. كل واحد حسب ما هيشوف الدنيا ايه او حسب ما هيشوف ايدي ايه. يبقى الاثنين لازقه في السبعه التو ييرز لازقه في السبعه عمرها ما تسيبها. لو اتحطت في مكان السبن وراها على طول. تعالى بقى نلعب تاني الابر ليمب. هنرسم رسمه كروكي اسمها ايه؟ اسمها الهيومرس. تمام؟ وهنا الراديوس ما دام قلت الراديوس يبقى دي منطقه اللاترال. وهنا الانا ما دام قلت الانا يبقى دي منطقه الميديال. خلاص؟ طيب واحد من فوق اخلص منها الابر اند اوف ذا هيومرس 1 يير وخلاص. طيب تعالى بقى الابر ليمب حلوه قوي انها لعبه. لعبه وهنلعبها. اللعبة بتقول ايه او القانون بيقول ايه؟ أول ما تسمعي رقم 6 العبي لي لعبة مقص سيزر. أول ما تسمعي 6 العب سيزر، أول ما تسمع 6 العب سيزر. عارفين لعبة المقص؟ دراع المقص أهو بيجي على دراع تانية بمسمار كده. فأول ما تسمع 6 سيزر، القانون بيقول كده. بيقول ايه بقى؟ بيقول مقص كامل من فوق ونص مقص من تحت. هي اللعبه بتقول كده، القانون بيقول كده، اللائحه بتقول كده، ونص مقص من تحت. طبعا مش فاهمين ولا كلمه. انت عليك تذاكر رقم واحد فقط اللي هو 6 عند الراديوس بس وما تذاكرش حاجه ثانيه. يبقى 6 عند الراديوس بس اهو. هحط 6 years هنا في الابر اند اوف ذا radius. هو ده اللي هذاكره. والله ما هذاكر حاجه ثانيه، والله ما هذاكر حاجه ثانيه. ليه؟ هطبق القاعده اللي دكتور شيرين قالت لنا عليها اعملوا لي سيزر. تعالى بقى هنعمل مقص اهو قدامك. القاعده بتقول ايه؟ مقص كامل من فوق ونص مقص من تحت. هعمل مقص مع الرقم ايه؟ مع الدبل بتاعها، والدبل بتاعها عارفينه كلنا اللي هو ال 12. يبقى المقص هيبقى مع الدبل بتاعها اللي هو ال 12. بمعنى انا حطيت ال 6 فين يا دكاتره؟ 6 عند
radius. ورحت عامله مقص زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه بقى؟ مقص مع الدبل بتاعها، الدبل بتاعها اللي هو ال 12. هحط هنا رقم ايه؟ خلوا بالكم نفس الدراع يشيل نفس الرقم، نفس الدراع يشيل نفس الرقم، يبقى هحط هنا 6 مقص مع مين؟ مع الدبل، يبقى هنا 12 وهنا 12، بس اقسم بالله ما ذاكرت غير الرقم ده اللي بيقول 6 عند الراديوس، 6 عند الراديوس بس، مش هذاكر حاجه ثانيه، وهطبق القاعده اللي بتقول 6 تساوي سيزر مع الدبل مع ال 12. مقص كامل من فوق عملته اهو، ونص مقص من تحت اهو. يعني احط هنا رقم كام؟ احنا متفقين نفس الدراع يشيل نفس الرقم، نفس الدراع، ما هما دراعين، نفس الدراع بيشيل نفس الرقم. يبقى هنا احط كام؟ 6 برضو. يبقى تعالوا نترجم بقى الكلام. اول ما تسمع 6 هتقولي حطيها على radius بس، ما تذاكرش حاجه ثانيه. طبق القاعده اللي بتقول 6 تساوي سيزر مع الدبل مع ال 12. مقص كامل من فوق ونص مقص من تحت، بس خلي بالك نفس الدراع بيشيل نفس الرقم، نفس الدراع بيشيل نفس الرقم. انا ما ذاكرتش غير ده بس، اللي هو الاوسيفيك سنتر اوف ابر اند اوف ريتشز عند 6 سنين. تعالى ترجم بقى، وحطيت الارقام على الصوره على الرسمه، وهبتدي انا ترجمها لايه؟ للاينز. تعالى بقى الحته دي اسمها ايه؟ اسمها ميديال ولا لاترال؟ ناحيه الالنا اسمها ميديال. يبقى الميديال اند اوف ذا هيومرس عند 6 سنين. انا ببص على الرسمه انا مش حافظه. يبقى الابر اند اوف ذا الالنا الاوسيفيك سنتر بتظهر عند 12. يبقى اللور لاترال اند اوف ذا هيومرس عند 12. يبقى اللور اند اوف ذا الالنا عند 6. بس اقسم بالله العظيم والله والله ما ذاكرت غير ال 6 عند الريديوس وكملت. مقص كامل من فوق نص مقص من تحت، ادي المقص الكامل من فوق اهو مع الدبل بتاعها مع ال 12، بس تفتكر نفس الدراع يشيل نفس الرقم، نفس الدراع يشيل نفس الرقم، وادي نص مقص من تحت نفس الدراع يشيل نفس الرقم. انا حطيت 6 هنا يبقى 6 هنا، يبقى 12 و 12 نفس الدراع يشيل نفس الرقم نص مقص من تحت، يبقى هنا 6 برضه لازم نفس الدراع تشيل نفس الرقم. يبقى انا حفظت كده upper end of the radius equal 6، وبعدين رحت بص على الرسمه upper end of ulna 12 lower end of ulna 6 الميديال واللاترال، هنا الميديال 6 هنا اللاترال 12. بس انا والله ما ذاكرت غير 6، ولو ذاكرت حاجه ثانيه كله هيدخل على بعض. يبقى نلعب اللعبه احسن، 6 تساوي سيزر و6 عند radius بس. ايه ده ايه ده؟ انت نسيتي يا دكتور مكان، في مكان انت ناسياه lower end of radius، مكان مش لاقي ارقام. طب ما انا عندي ارقام مش لاقيه اماكن، الارقام اللي مش لاقيه اماكن ال 2 وال 7، مش اتفقنا هما لازقين مع بعض؟ ما يسيبوش بعض ابدا؟ هنحط ال 2 وال 7 فين بقى؟ عند اللور اند اوف ريتس. الاثنين يا دكتور يحبوا 27 يعني؟ لا، هنحط الرقمين عند اللور اند اوف ريتس. هنقول ايه بقى؟ الاوسيفيك سنتر اوف لور اند اوف ريتس بيظهر عن سنتين يعني اهو ظهر عن سنتين، ده لور اند اوف ريتس ظهر عن سنتين. كبر شويه وملى تلتين العظمه عند 7 سنين. ايه اهميه السبع سنين؟ يلا قوم صلي، انت بقيت تعي. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ده سن التمييز، ابتدي عند مين؟ من 7 سنين تبتدي؟ لا ده انت هتدخل احداث، انت خلاص تعي. قبل 7 سنين لو قتل ولا حاجه تحصل ولا اي حاجه. ده وكده النبي بيقول لك لو طفل 5 سنين كان في قضيه، طفل 5 سنين قتل اخته، يمكن يابا عملوا ايه؟ قعدوا على رجله وجابوا شيبس وجابوا حلويات وجابوا سويت. ده قاتل، قاتل صغير كده، بس ما يقدرش يعملوا حاجه لانه قبل 7 سنين. يبقى 7 سنين هو سن التمييز، تعرف الصح من الغلط، هتبتدي اعلمك ازاي تصلي واعلمك ها؟ يبقى 7 years بنسميه age of discrimination. خلاص؟ طيب ان هو يميز الصح من الغلط. يبقى بيظهر عن سنتين، بيملى تلتين العظمه to serve the breaths of the lower end of ridges عن 7 years. عشان كده يتعمل له اكس راي عشان تعرف تسننه ده عنده كام الطفل ده، لان في اطفال بتبقى طويله عريضه كده في الاخر بتطلع 6 سنين او تطلع 5 سنين، بس هو حاجه ما كده. تمام؟ طيب يبقى مره ثانيه كده سريعه، اخذنا ايه؟ المدلل الكافتي خلصناه 30 و 33، دخلنا على الاوسيفيك سنتر قسمنا الصفحه 2، واحد من فوق اثنين من تحت، واحد من فوق اثنين من تحت، بس افتكر اثنين مع السبعه للور للابر، اثنين لازقه مع السبعه للابر.
دخلنا هنا قلنا ايه 1 year upper end of femur 2 year lower end of tibia and fibula وبعدين دخلنا intratrine وانت البطن ماما 5 7 8 9 5 7 8 9 ك ك ك ك كالكينيس السي عملت ايه قفلتها بقت 5 ها والكالكينيس فين كعب تي 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 تيلس حد فاكر التي بتاعتي التي عامله 7 يبقى 7 مونسس تحت التيبيا بعد كده الفيمر الفيمر عامله زي الايه فيبقى اللور اند اوف فيمر عند 8 مونسس وبعد كده قلت ايه 9 الطماعه 9 تساوي ني 9 تساوي ني 9 تساوي ده عايزه الحاجه كمان والكيوبويد كمان فين الكيوبويد دي قدام الكالكينيس ني يعني ايه ثلاث اسطر لور اند اوف فيمر ابر اند اوف تيبيا ابر اند اوف فيمر اللي هو الاند اوف فيمر ظهرت اي نعم عند 8 بس مالت وبقت 5 ملم ان دايمتر عن 9 مونس دخلت بعد كده في الابر 1 و2 برضو يعني 1 ابر اند اوف هيومرس وخلاص ال2 خلي بالك ال2 معاها السابع عشان هيتحطوا في نفس العظمه انساها شويه هشتغل على 6 يساوي سيزر 6 يساوي سيزر مقص كامل من فوق نص مقص من تحت مقص مع مين مع الدبل بتاعها 12 6 فتحط فين؟ عند الراديوس بس upper end of radius 6 وابتدي العبي العبي مقص مع ال 12 يعني مقص بس خلي بالك نفس الدراع يشيل نفس الرقم نفس الدراع حطيتي 6 هنا يبقى نفس الدراع 6 العكس 12 و 12 بس احنا قلنا القاعده بتقول ايه مقص كامل من فوق نص مقص من تحت ادي النص مقص من تحت يبقى كان 6 هنا نفس الدراع يشيل نفس الرقم يبقى lower end of arm عند 6 طب انا متبقي لي مكان غلبان اسمه lower end of radius حطي عنده بقى الاثنين والسبعة 27 دول بيظهر عند سنتين ويملى تورتين العظم عند ال age of discrimination او عند ال 7 years يبقى كده خلصنا الدايرة الصغيرة عند نفس الورقة احودها وشوفها من ورا هتلاقي ورقة برضه بيضة اقسم نفس القسمة دي upper و lower بس هنتكلم فيها على ايه؟ على الابيفيزيال لاين يبقى دلوقتي هنقسم الصفحة هنقسم الصفحة بقى من ورا عند الإبيفيزيال لاين هنعمل برضو ايه upper و lower صفحة كده هننزل بيها هنقول هنا هنبتدي بالأبر ليب بقى المرة دي وبعد كده الناحية التانية بإيه؟ اللور ليب يلا بالمرة أمسحها كده ونخلصها احنا بنحفظها مع بعض كده عشان إيه؟ تطلع ان شاء الله حافظها ما تحتاجش بقى تروحي البيت تحفظها ادي الابر وادي هنا اللور ليب برضه رسم كروكي بس يعني مفصل شويه ادي النيومرس وادي فيها بقره كده فاكرينها البقره من الاناتومي كانوا بيقولوا عليها زي البقره اسمها تراكليا وعندنا حاجه زي القمر مدوره كده اسمها كابيتولا يبقى نكتب عليها الكابيتولا من القمر بتاعنا ده وده البقره اسمه ايه؟ اسمه تراكليا ادي تراكليا وادي كابيتولا ودي الابر اند طبعا دي ايه اتفقنا الهيومرس طيب هينزل بعد كده تحت الكابيتولا اللي هي راس الراديوس يبقى معنى كده هتبقى دي منطقه اللاترال ودي الانا اللي بتعشق فيها يبقى دي منطقه ايه الميديا وطبعا كفك تحت الميتاكاربس بقى والفالنجيس هتبقى ايه تحت خلاص كده طب نبتدي بقى نبتدي بالقمر بتاعنا انا قلت لكم النهارده رسمت قمر حد فاكر كلمه قمر تذكر في ايه حاجه قمر بدور كده اسمه ايه الكابيتولم يبقى القمر بتاعنا اللي هو اسمه ايه الكابيتولم عامل زي القمر فعلا هيتحد مع التروكليا انت اكتب كده عند قمر 14 هو قمر 14 فعلا عند 14 سنه هو كان مفصول عن التروكليا ها ما كانش لاحم فيه هيلحم فيه امتى؟ عند 14 سنة وانت عندك 14 سنة. خلاص؟ طيب
احنا بنتكلم على الابيفيزيال لاين، بقول لكم طبعا ها انا دخلت فيها على طول على اساس انكم عارفين الابيفيزيال لاين يعني ايه. اللاين اللي موجود هنا اللي بيصل ما بين الاند اوف لونج بون والشاف ها او الدايافيسس والميتافيسس ها، ده في الايه اسمه ايه الابيفيزيال لاين، سوري بين الابيفيسس وبين الدايافيسس، بين الابيفيسس وبين الدايافيسس خلاص، بين الاند وبين الشاف، دي حاجه اسمها ابيفيزيال لاين. احنا بقى بنشوف اللاين ده، اللاين ده بيبقى مفتوح اهو مفتوح، يوم ما الاقيه قفل انا بقى حافظه، يوم ما الاقيه قفل اقول اه ده عنده 18 سنه، يوم ما الاقيه قفل ده عند العظمه دي يبقى عندها 20 سنه، يوم ما الاقيه قفل ده عنده 16 سنه، يبقى انا المره دي بسنن من وقت كلوجر اوف او كلوزنج اوف ابيفيزيال لاين. في الاوسيفيك سنتر كنت بسنن من ايه؟ معاد الابيرنس، معاد ظهورها، دي انا بسنن من معاد قفلها، معاد قفل الايه؟ الاند مع الشفت او الاند مع البطي. طيب نبتدي، اتفقنا اول رقم اخدناه القمر بتاعنا اللي اسمه الكابيتولم اتحد مع التروبني عن سن 14 سنه، يبقى عندنا القمر بتاعنا مين؟ كابيتولم عن قمر 14، 14 اكتب كده قمر 14 عشان تفتكر 14 سنه. طيب الحمد لله يعني بقى وحده واحده، اه بقى وحده واحده يا سيدي اهو بالاسود اهو كلهم اتحدوا مع بعض، الكابيتولم مع التروبني. الكابيتولم والتروبني بقى مفصولين عن بقيت عظمة الهيومرس، لسه مفتوحين. امتى يتقفلوا؟ يبقى نكتب بقى كده الرقم الثاني. الكابيتولم انتروكليا بيتحد مع الشافت اوف ذا هيومرس عند كام؟ اكتب كده سن الجمباز، اه اكتب كلمة سن الجمباز، ايه سن الجمباز ده؟ احفظ 15 سنة. عشان انا هحتاجه تاني في اللي هو لما منزل هقول لك في سن اسمه سن الجمباز، تبقى عارف 15 سنة، ايه بقى سن الجمباز ده؟ وانا بألف؟ لا. روح اسأل اي ترينر بيدي بيمرن الاطفال الجمباز بيعمل ايه بقى؟ اولا كل بتوع التربيه الرياضيه بتوع السباحه بتوع الفروسيه بتوع وات ايفر بتوع ايه في السبورتس، كل دول متخرجين من كليه التربيه الرياضيه عارفين ودارسين اناتومي زيك بالظبط، عارفين اناتومي كويس قوي. بتوع الجمباز دول بياخدوا الطفل، ياخدوا الطفل من 3 سنين ويدخلوه مش الفريق التريننج، بعد كده ما يكبر شويه يبتدي يدخل المدرسه ويدخل ايه؟ كفريق. طيب بتوع الجمباز قالوا ايه بقى؟ احنا بناخد ايد العيل، ادي ايده اللي تحت اهو الفلانجيز، ونحركها يمين وشمال وفوق وتحت، انتوا عايزين تعملوا ايه يعني؟ قال لك عايزين نخلي منطقه القلب ماليبل، يبقى منطقه الاستيك. من مصلحتنا نخلي لعيب الجمباز دول عاملين زي لعيب الكاوتشوك، عارفين لعيب الكاوتشوك بتاع السيرك؟ بتاع السيرك كده يقدر من حلقه يقوم داخل كده يقول لك عامل زي العرسه ما عندوش عظم. سوفت فيري مانيبل فيري الاستيك جوينتس، فيبقى سهل انه يدخل ويخرج ويقوي نفسه ويعمل حركات ايقاعيه ويعمل حركات زي ما حتى الجمباز الايقاعي والباليه الايقاعي والحاجات السبورتس دي. فهو من مصلحته انه يخلي المنطقه دي طريه قوي ها وتلف قوي وتلف كذا انجل، فهو بياخد ايد العيل ويفضل يعمل كده وكده وكده، يقول لك انا ما اقدرش اعمل ولا تقل ولا تقل على قلبه غير لما الطفل يكمل 15 سنه. ليه يا ترينر؟ ليه بتعمل كده؟ قال لي عشان الكابيتولم والترانكليا لسه مفتوحه، ما اتحدتش مع الشافت اوف ذا هيومرس، ما بقتش واحده واحده اخاف. لو تقلت قوي العظمتين دول يتخلعوا، سهل انهم يسيبوا الهيومرس، ده انا اجيب له ديفورمت اجيب له طول عمره خلاص فشل ما يقدرش يلعب تاني معايا. فانا ما اقدرش اتقل على قلبه غير بعد سن 15 سنه، بعد ما الحتتين دول يتقفلوا خالص مع الشافت يبقوا وحده واحده، يبقوا حاجه قويه ابتدي العب بيها، ما اخافش من كسرهم، ما اخافش من الديسلوكيشن. يبقى الكابيتولم والتروكليا مع الشافت عن سن الجمباز، ايه سن الجمباز تاني؟ 15 سنه اللي هحتاجه برده في اللور لم، هحتاج الرقم ده ها في اللور لم برده. يبقى النهارده القمر بتاعنا مين؟ قمر 14 كابيتولم القمر المدور مع تروكلي عند 14 سنه، كابيتولم وتروكلي مع الشاف عن سن الجمباز او اللي هو 15 سنه. طب تعالوا ناخد رقم تاني، ناخد رقم تاني، اه ناخد رقم تاني اسمه كفك، افتح كفك، افتحوا معايا كفكوا كده، كفك فالنجيز بتلحم عند كام؟ افتحوا، ربنا ما غششك انت في الامتحان قاعد كده وبتحتسب، افتح كفك كده، حد يعرف في كفك؟ في خطوط كده، خطوط كبيرة مكتوب عليها 18 والكف التاني مكتوب عليها ايه؟ ها؟
مكتوب عليها ايه؟ 81. حد عارف 18 زائد 81 يساوي ايه؟ سمعتوا عنها دي قبل كده؟ 99 اسم اسمها الله الحسنى. كان دايما يقولوا لنا كده 81 ها؟ مرسوم منحوت 81 ومنحوت على الايد الثانية 18. يبقى ده ربنا لما غششك اهو اهو هتلحم. اوعى تقولي 81 يعني مش معقول هتلحم عند 81 وانت عجوز ومكركر يعني احنا مش عرفنا نعيش لغايه 81. يبقى كلنا بنلحم عن 18 سنه. يبقى كفك اسماء الله الحسنى على طول 18 سنه. يبقى كفك 18 سنه خلاص اسماء الله الحسنى. طب ناخد رقم تاني. يبقى احنا لغايه دلوقتي اخدين كام رقم؟ ثلاث ارقام. القمر بتاعنا النهارده مين؟ المدور. كابيتشلا. كابيتشلا مع تروكليا عند 14 سنة. كابيتشلا متراكية مع اللي فوقيها عظمة الهيومرس عند سن الجمباز 15 سنة. كفك أسماء الله الحسنى 18 سنة. طب الساعة والشنطة احفظ كده الساعة والشنطة عند 20 سنة. إيه بقى الكلام ده؟ إيه الساعة وإيه الشنطة؟ الساعة مكان ما بلبس ساعتي. بلبس ساعتي هنا يبقى اللور إند أوف ذا ريديس مع جسمها ها؟ واللور اند اوف ارمها مع جسمها دي مكان ساعتك عند 20 سنه. يبقى نحط كده ال 20 سنه هنا تاني اهو عند الساعه لور اند اوف ذا ريديس مع جسمها لور اند اوف ذا ارمها مع جسمها عند 20 سنه. طب الشنطه بمسك شنطتي هنا على كتفي يبقى الابر اند اوف ذا هيومرس مع الشفت عند 20 سنه. يبقى الساعه والشنطه عند 20 سنه. يبقى تاني اخدنا ارقام ايه؟ النهارده القمر بتاعنا المدور اسمه ايه؟ اسمه كابيتشلا. يبقى القمر الكابيتشلا مع التروكليا عند القمر 14. الكابيتشلا والتروكليا مع اللي فوقيها الشفت اوف هيومرس عند سن الجمباز. ايه سن الجمباز اللي بيلعبوا على القلب 15 سنه. طب كفك كفك اللي هي ايه؟ اسماء الله الحسنى اللي هي كام؟ 18 سنه منحوته. افتح كده وشوف 18 سنه. الساعة والشنطة عند 20. ايه الساعة؟ مكان ساعتك. يبقى اللور اند اوف ذا ريديس مع جسمها اللور اند اوف ذا ارم مع جسمها. الشنطة مكان شنطتها اوبر اند اوف ذا هيومرس مع جسمها عند 20 سنة. اتبقى لي بقى رقمين لعبة بقى جميلة. اللعبة المرة دي فيها سيزر برضه. فاكرين فلوسفة سنتر كانت اللعبة اسمها سيزر ايه؟ أول ما تسمع 6 ريديس كان سيزر مع مين؟ مع الدبل بتاعها 12 مش كده؟ المرة دي بقى ما تسمع 16 قولي هتلاعبيني لعبة سيزر. المرة دي 16 اللي بتفزيها اللاين أعلى أكبر. يبقى 16 سيزر 16 سيزر 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 مع مين؟ هناك كان 6 سيزر مع مين؟ مع الدبل مع 12. هنا ينفع 16 مع الدبل؟ هنوصل 32 لسه كده ما قفلناش؟ لا ال 16 الدبل مع ها السيزر مع ال 17. يبقى هنا السيزر مع 16. أول ما تسمع 16 العب لي مقص مع ال 17 الرقم اللي بعديها على طول. الحلاوة بقى إنك هتحفظ ال 16 أحطها فين؟ عند 2 بالقلب. 2 بالقلب أول L lateral epicondyle تاني L lesser trochanter. أول L lateral epicondyle تاني L lesser trochanter. أه ما أنا عارفة lesser trochanter في اللور ما تقلقش لسه تروكانتر في اللور لسه هتكلم عن اللور. لكن انا دلوقتي بقول ايه؟ في اللاترال ايبيكوندايل. تعالوا العبوا بقى اللعبه معايا لعبه المقص. هنحط اللاترال ايبيكوندايل فين؟ اللاترال ناحيه الريديس ولا الالنا؟ لا الريديس اهو. يبقى اللاترال ايبيكوندايل هحط فيه 16. ما احنا اتفقنا 16 عند 2 بالال لاترال ايبيكوندايل ولاسر تروكانتر. يبقى 16 حطيتها عند اللاترال ايبيكوندايل تمام كده؟ هلعب ايه؟ مقص اهو، مقص وانا مغمضه، بس انا ما ذاكرتش غير 16 اللي عند اللاترال ايبيكوندايل. والله ما ذاكرت غير 16 غير عند اللاترال ايبيكوندايل، يعني اللاترال ايبيكوندايل مع الهيومرس عند 16 years. العب بقى مقص مع مين قلنا؟ مع الرقم اللي بعديه على طول ال 17. بس خلي بالك نفس الدراع يشيل نفس الرقم، نفس الدراع يشيل نفس الرقم، يبقى احط هنا كام يا دكاتره؟ 16. يبقى هنا كام؟ 17 وانا مغمضه وهنا 17 وانا مغمضه مكان الميديا الابي كومبايند هنا ناحيه الغنى. يبقى نقولها اربع تستر بقى. يبقى انا ما ذاكرتش غير 16 عند لاترال ابي كومبايند واثنين ال كمان لسه هنزل في اللاست تو كاتر. بس انا قلت اول ما اسمع 16 سيزر 16 سيزر مع 17 هحفظ ال 16 فين؟ عند اثنين بالقلب لاترال ابي كومبايند ولاست تو كاتر. طيب اهي قولها لي بقى اربع تستر.
اللاترال ابيكوندايل مع الشافت اوف ذا هيومرس عن 16، الميديال ابيكوندايل مع الشافت اوف هيومرس عن 17. انا ببص انا بغش، انا مش عايز بغش من نفسي مش بغش من حد. الابر اند اوف ذا ريديس مع جسمها عن 17، الابر اند اوف ذا انا مع جسمها عن 16. مفهوم؟ بس انا ما ذاكرتش غير مين 16 سيزر مع 17 عند 2 باللاترال ابيكوندايل ولا سيرتو كونتر، ورحت عامله المقص بس نفس دراعي يشيل نفس الرقم، حطيت 16 هنا نفس دراعي يبقى هنا 16، يبقى هنا 17، يبقى هنا 17. كده خلصنا ايه؟ الفيزيا لاين اوف ذا ابر لين. يبقى مره ثانيه الفيزيا لاين القمر بتاعنا اللي بدانا بيه النهارده مين القمر المدور؟ الكابيتشلم. يبقى الكابيتشلم مع التراكليا عند قمر 14 14 سنه. الكابيتشلم والتراكليا مع الشافت اللي فيه عند سن الجمباز يبقى كام؟ 15 سنه. كفك اسماء الله الحسنى 18 سنه. الساعة والشنطة 20 سنة. فين ساعتك؟ لور اند اوف ريديس مع جسمها، لور اند اوف انا مع جسمها، الشنطة ابر اند اوف هيومرس مع جسمها. وصلت للعبة اللي تسمى سيزر، المرة دي ايه 16 اسمها 16 سيزر مع ال 17. احط 16 فين؟ عند 2 بالقلب لاترال ابيكوندايل والعب، وانزل بقى في اللور عشان اقول لاسر ترو كانتر احط 16. هنرسم بقى هنا الابر لمب الهيد اوف ذا فيمر اهو، وادي اللاترال ابيكوندايل سوري ادي اللاسر ترو كانتر والجريتر ترو كانتر، ادي اللاسر ترو كانتر وادي الجريتر ترو كانتر. واتفقنا عظمه التيبيا والفيبلا عظمه واحده ليه؟ لان الفيبلا مع التيبيا بتقول امين وراها، لو التيبيا قالت على الرقم الفيبلا وراها امين. خلاص؟ طيب احنا بقى مش هنتقل عليكم، لازم ناخد ارقام من الابر ونعيدها تاني. تفتكروا ناخد ايه الرقم المميز الجميل الرائع اللي لازم اخده وانزله تحت؟ اكيد رقم ايه؟ اسماء الله الحسنى. ايه رقم اسماء الله الحسنى؟ اللي هو 18. يبقى احط 18 من فوق و18 من تحت، 18 من فوق و18 من تحت. يعني ايه؟ 18 من فوق يعني الابر اند ها اوف ذا فيمر او الهيد اوف ذا فيمر مع جسمها عن 18. من تحت خالص لور اند اوف ذا تيبيا مع جسمها، لور اند اوف ذا فيبيا مع جسمها عن 18 برضه. يبقى انا اخدت احلى رقم اسماء الله الحسنى من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت، نهايات اللور ليب. حد صاحي كده ومصحصح كده ومركز، ايه الرقم الثاني اللي هاخده من الابر؟ ايه الرقم الثاني اللي هاخده من الابر؟ هاخد ال 16 اللي عند 2 بالقلب، قلت اللاترال ابيكوندايل والقلب الثانيه مين؟ لاسر تراكانتر اهي. يبقى احط 16 years، بس القاعده بتقولي اول ما تسمعي 16 تعملي ايه؟ سيزر مقص مع مين؟ مع 17 اللي رقم اللي وراها على طول. طب ما انا ما عنديش مقص كامل اعمل ايه؟ تصرفي، لازم 16 ورا 17. يبقى ما قداميش غير الجريتر ترو كانتر هتتحط 17 years قبلها، يبقى الجريتر ترو كانتر مع الشافت عن 17، اللاسر ترو كانتر مع الشافت ها؟ عن 16. خلاص؟ فاضل منطقه بقى. منطقة النيه كلها هتتقفل امتى؟ ايه منطقة النيه دي؟ يعني اللور اند اوف ذا فيمر مع جسمها، الابر اند اوف ذا فيبيا مع جسمها، الابر اند اوف ذا تيبيا مع جسمها، ثلاث اسطر بس انا باختصرها بنقول ايه النيه. منطقة النيه بتتقفل امتى؟ احفظ كده واكتبها وافتكرها، عن سن تخرج الكليات الاخرى، سن تخرج الكليات الثانية، مش انت مش الطب، لا، سن تخرج الكليات الثانية. الكليات التانية بتتخرج عند كام سنة؟ 21 سنة. احسب هما أربع سنين، لكن أنت عندي ست سنين. أربع سنين بس هما بيدخلوا أولى ابتدائي من إمتى؟ أنت كلكم بتدخلوا أولى ابتدائي، ماليش دعوة بكي جي 1 وكي جي 2، كلكم بتدخلوا أولى ابتدائي ست سنين، سن دخول المدرسة ماليش دعوة بالقبلين، ست سنين ده أولى ابتدائي، احسب كده لو دخلت تجارة أو آداب أو كده بتتخرج 21 سنة. أمال أنت يا عيني عليك. تتخرج بعدهم كمان بسنتين 23 سنه، ماليش دعوه بالامريكان والاي جي لا هم بيتخرجوا 21 سنه، لكن انت بتتخرج 23 سنه ما تزعلش. زعلان ليه يعني؟ انت هتتخرج تلاقي شغل، هو مش هيلاقي، هو يا عيني بتوع التجاره والاداب والحقوق والحاجات دي كلها مش لاقيين شغل طبعا. ايوه بتوع 21 سنه دول الكليات الثانيه مش لاقيين شغل خالص، لكن انت هتلاقي. انت بتتخرج على طول على وزاره الصحه والجامعه ومعهد القلب ومعهد الرمد ومعهد التعليميه، هو قاعد في بيته مش لاقي شغل. قاعد في بيته على ايه يا دكاتره؟ على الاسكالتشبوروزيتي. فربنا كريم قفل له الاسكالتشبوروزيتي عند 21 سنه، تستحمل قعدته.
هي الاسكاتش بروستي دي فين؟ دي لسه في البلفس، لسه هننزل في البلفس. يبقى بتوع 21 سنه ربنا كرمهم ان قفل لهم الحته اللي هيفضلوا طول النهار قاعدين في بيوتهم على الاسكاتش بروستي. يبقى الاسكاتش بروستي لازم تكون مقفوله تستحمل قعدتهم 21 سنه، او بيلعبوا في النوادي كوره بالني، احفظها كده. منطقه النيه دي لازم تبقى مقفوله تستحمل لعبهم في النوادي كوره بالني. يبقى المنطقه دي لازم تتقفل عند 21 سنه. امال انت بقى؟ لا يا سيدي، انت ربنا كرمك اخر كرم. انت اي نعم هتتخرج عند 23 سنه، بس ايه بقى؟ انت ربنا يكرمك هتشيل المسؤوليه بقى. هتشيل المسؤوليه فين؟ دايما يقول لك انت بتشيل المسؤوليه فين؟ على راسي وعلى كتفي. يبقى لازم كتفك يتقفل، يبقى الكلافيكال بتاعتك هتتقفل تستحمل المسؤوليه اللي هتشيلها على كتفك. يبقى الكلافيكال عند 23 سنه، وهتشيل المسؤوليه على راسك. اخطر حته في راسك هي قاع الجمجمه، وكمان كه هيتقفل عندك عند 23 سنه كريست. يبقى ثلاثه كه عندك هتتقفل، على كتفك المسؤوليه يبقى كلافيكال، على راسك قاع الجمجمه هتتقفل عند 23 سنه، وكمان كريست الايليا كريست في البلفس هتتقفل عندك عند 23 سنه. يبقى مره ثانيه، بس معلش عايزه حاجه مسميه. مره ثانيه احنا ايه في البرفيزيه لاين الابر ليف اتفقنا، هنعيد ثاني مره ثانيه. ايه نمره واحد، القمر بتاعنا مين النهارده؟ الكابيتولم مع التروكليم. قمر ايه؟ 14. نمره اثنين، ها الكابيتولم والتروكليا مع اللي فوقيها سن الجمباز، اتفقنا سن الجمباز كام؟ 15 سنة. نمرة 3 كفك، كفك اسمها الله الحسنى 18 سنة. نمرة 4 الساعة والشنطة، اتفقنا الساعة هي ايه؟ نهاية الريديوس مع جسمها، نهاية القمة مع جسمها، طب الشنطة الأبر إند أوف يوميرس مع جسمها عند 20 سنة. كان فاضل لنا رقم يسمى 16، 16 تساوي سيزر مع 17. بحط ال 16 فين والعب؟ ال 16 عند 2 بالال، لاترال ايبي كوندايل والعب زي ما اتفقنا، واللاسر ترو كانتر. لاسر ترو كانتر في اللوب. نزلنا عند اللور ليم. قلنا اللور ليم ده فيها ايه؟ اتفقنا. اهو اللور ليم تاني. وادي التيبيا والفيبيولا تاني. احلى رقم اسمها الله الحسنى من فوق وادي من تحت. ابر اند اوف ذا فيمر مع جسمها، لور اند اوف تيبيا مع جسمها، لور اند اوف فيبيولا مع جسمها. اتفقنا احلى رقم اسمها اللون قصد. هناخد رقم كمان، رقم كمان اسمه ال 16 تتحط عند 2 بالال، هنا عند ايه؟ لاسر ترو كانتر. اتفقنا اول ما نقول 16 يبقى سيزون مع ايه؟ مع 17. يبقى جريتر ترو كانتر 17 على طول. البقالي سن تخرج الكليات الاخرى اللي هي منطقه النيل عند 21 سنه، ما يتخرجوا الكليات الثانيه تستحملهم. ايه كمان عند 21 سنه؟ هتستحمل قعدتهم، تبقى ايه سكتش بروزيتي، هتتقفل عند 21 سنه. وايه كمان؟ النيه تستحمل لعبهم في النوادي بالنيه، يبقى لازم عند 21 سنه. امال انت بقى 23 سنه، اتفقنا هتشيل المسؤوليه على راسك وكده. يبقى اول حاجه الكلافيكل لازم تتقفل عند 23 سنه. اي حته في الكلافيكل، الحته اللي ناحيه الاسترنم اللي بتسموها الاسترنال اند او بتسموها الميديال اند اوف ذا كلافيكل، يبقى النهايه بتاعتها مع جسمها. ميديال اند اوف ذا كلافيكل او الاسترنال اند اوف ذا كلافيكل مع جسمها عند 23 سنه، مش عليك اللاترال اند. ايه كمان؟ هتشيل المسؤوليه على كتفك، لازم كتفك يتقفل. على راسك، يبقى لازم راسك اخطر حته في راسك ايه؟ مصيبه، ها؟ قاع الجمجمه. البيز اوف ذا سكال، تعالى في البيز اوف ذا سكال نقلبها كده، هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه لاين بيفصل ما بين ايه؟ اللاين ده سوتشر. ما احنا بيفزي لاين او سوتشر، بصوا اعرفوا بقى. اللي بيفزي لاين هو السوتشر، بس بتوع الاناتومي بيغلبونا، قالوا لو لونج بون هنسميه بيفزي لاين، لو فلات بون هنسميه سوتشر. ففي قاع الجمجمه في سوتشر بيصل ما بين البيز اوف ذا بون اند بيز اوف ذا بون، فسموها ايه؟ بيزي سفينويد، بيزي يعني بيزي اوكسيبيتال سوتشر، بيزي سفينويد بيزي اوكسيبيتال سوتشر، ما بين الاوكسيبيتال بون والسفينويد بون اللي عامل زي الطائر كده، في سوتشر كده اسمه بيزي سفينويد بيزي اوكسيبيتال سوتشر، احنا حتى بنسميه بيزي
يعني البيز بيبقى معروف بنختصره بيزي بيزي بيز البيز بيزي سفيناي بيزي اكسيبيتال سوتشر بيزي سفيناي بيزي اكسيبيتال سوتشر. يبقى انت متتخرج عن 23 سنه هتشيل مسؤوليه على كتفك ادي كلافيكا على راسك يبقى قاع جمجمه البيزي بيزي وكمان كه وكمان كه حد فاكر كمان كه كريست. ايه الكريست ده؟ اللي هو في البلفس اللي هو ايه؟ الإيليا كريست. الإيليا كريست كده كان مفصول بلايم عن الإيليم. الحتة دي بتتحد مع الإيليم يوم ما تتخرج أنت 23 سنة. يبقى الوحشين هم أما يتخرجوا يحصل لهم إيه؟ ربنا يقفل لهم إيه؟ الحتة اللي بيقعدوا عليها الإسكاتش براستي عند 21 سنة، وكمان كورة بالني في النوادي يبقى النيه عند 21 سنة. أمال أنت؟ أنت 23 سنة بعدين بسنتين هتشيل المسؤولية على كتفك كلافيكال على راسك يبقى قاع الجمجمه البيزي بيزي او بيزي سفينايد بيزي اوكسيبيتال سوتشر وكمان كاف البلفس اسمها الايليا كريست. الايليا كريست بتتحد مع الايليا مع 23 سنه. كده احنا خلصنا الابيفيزيا البون خلاص بتاعت الابر عمر 14 كابيتشر مع تراكر 14 كابيتشر متراكر مع اللي فيها عن سن الجمباز 15 سنه الساعه والشنطه 20 كاف كاف اسمها الحصنه 18 فاضل لنا 16 تساوي سيزر مع 17 بحط ال 16 فين؟ عند 2 بالقلب في الابر لاترال ايبيكوندايل ونزلت في اللور عند اللاثر تروكانتر يبقى قبالها على طول جريتر تروكانتر 17. احلى رقم اخدته من الابر اسمها اللام حسنى وحطيته من فوق وتحت 18. اتبقى لي منطقه النية كليات الاخرى 21 سنه بيحصل لهم ايه كمان؟ عايزين يبقى الاسكاتش براستي ها تتحد فين الاسكاتش براستي؟ اهي المنطقة دي اسمها الاسكاتش براستي بتتحب مع عظمة تسمى الاسكيم. ما هو عظمة البلفس ايه؟ اليم بون واسكيم بون ومن قدام ايه؟ البيوبيك بون. خلاص؟ طيب يبقى انت بيحصل لك ايه عند 23 سنة بقى؟ كلافيكال على مسؤولية على راسك يبقى قاع جمجمة البيزي بيزي والبيزي سفينوي بيزي اوكسيبيتال سوتشر وكمان ك الاليا كريست مع الاليم. تعالوا نخلص البلفس. احنا كده خلصنا البلفزية لاين يعني احنا خلصنا دلوقتي المدلري كافيتي 30 33 خلصنا الدايره الصغيره الكوسيفيك سنتر دخلنا على الابيفيزيال لاين اللي هي في اللونج بونز الابر واللور فاضل لنا ايه؟ السكال بالمندبل بالتيس بالانذر سوتشرز اوف فلات بون. اول فلات بون قلناها ايه؟ ادي البلفس. يبقى تعالى دلوقتي نتكلم على مين؟ على البلفس. طبعا من غير ما تاخدوا بالكم انا خلصت في البلفس رقمين. حد يفكر كده ويركز ويقول خلصت رقمين. ايه الرقمين اللي خلصتهم في البلفس؟ ها؟ انت يوم ما تتخرج 23 سنه بيحصل لك ايه كمان؟ غير الكريست كلافيكال وقاع الجمجمه وهما كليات الثانيه عند 21 سنه مكان ما هيقعدوا الاسكاتش براستي مع الاسك. يبقى في رقمين خلصناهم 21 23 انت مش اخد بالك للبلفس السوتشرز بتاعت البلفس. اتبقى رقم هنا الرقم ده اسمه سن الجمباز. حد فاكر ايه رقم سن الجمباز؟ 15 سنه. ايه بقى سن الجمباز؟ كان في الابر مع مين؟ كابيتال متراكل مع الشافت. هنا سن الجمباز ايه؟ نفس الكلام في حفره كده عندنا اسمها الاسيتابيلا لقينا فيها واي شيبد سوتشر بيصل ما بين البيوبيك بون والاليم بون والاسكيم بون. ها؟ منطقه بنقول لاين اوف ويكنس. فجأة الواي شيبد سوتشر دي هتختفي هيبقوا واحده واحده الثلاثه واحده واحده الوحده قوه يتحدوا مع بعض مفيش لاين اوف ويكنس تفصلهم عن بعض مفيش حدود. ايه بقى انا قلت سن الجمباز؟ ايه سن الجمباز؟ 15 سنه. يعني دول هيتحدوا مع بعض ويبقوا واحده واحده عن سن برضه الجمباز. تعالوا بقى بتوع الجمباز قالوا ايه؟ عندنا الاسيتابيلوم اللي هي الحفره دي داخله فيها مين؟ الهيد اوف فيمر. بتوع الجمباز يقول لك اجيب رجل العيل اعمله كده اعمله كده اعمله كده. انا بحاول اخلي منطقه الايليا بون دي عنده برده ها الايليا جوينت عنده تكون ماليبل بتبقى الاستيك. ما اقدرش اعملها غير بعد 15. سالناه ليه ما تقدرش تلعب قوي؟ قال لك لو لعبت قام بكسر الاسيتابيلوم بكسر اللاين اوف ويكنس ده بكسر البون ده لان انا عارف ان دي مفتوحه منطقه لسه مفتوحه فيها بوردر. ها؟ امتى اعملها؟ اما اتاكد ان
الاسيتابلين دي بقت واحده واحده بون واحده، افضل اضغط بقى واضرب وما يهمنيش، الحته دي عمرها ما هتتكسر. لكن طول ما في لاين اوف ويكنس وفي مفتوحه كده سهل ان انا ايه اكسرها وتبقى مشكله للاسيتابلين. يبقى الاسيتابلين من واي شيب سوتشر بتتقفل امتى؟ عند 15 سنه سن الجمباز. امال فوق كان ايه سن الجمباز؟ الكابيتال والتراكيا مع اللي فوقيه عند سن الجمباز 15 سنه. يبقى انا كده خلصت البلفس، خلصت ثلاث ارقام، اسيتابلين سن الجمباز هيقعدوا على في بيوتهم 21 سنه الكليات الثانيه، انت ما تتخرج 23 سنه ايه كريست وهيحصل لك ايه كمان؟ غير قاع الجمجمه والكلافيكل والكريست، قاع الجمجمه والكلافيكل والكريست. اتبقى لي بقى سوتشر هنا بيصل ما بين البيوبيك بون والاسكيان بون، الحته القدمانيه دي. تفتكر امتى ربنا يقفلها لك؟ ربنا يقفلها لك يوم ما تسيب ماما اول مره في حياتك وتروح المدرسه وتتخبط وتقع وتتضرب الحته دي ربنا مقفلها لك، اقع زي ما انت عايز. الحته دي اتقفلت يوم ما دخلت المدرسه، امتى تدخل المدرسه؟ ست سنين. يبقى البيوبيك ريمس مع الاسكر ريمس في سوتشر بتتقفل وتبقى عظمه واحده، وقع براحتك في الفسحه عند ست سنين سن دخول المدرسه، فيرست داي اوف سكول، اولى ابتدائي، ست سنين. خلاص؟ غير سبع سنين ده الايدج اوف ديسكريميشن، ومصلي. اوكي؟ يبقى احنا كده من غير ما تاخد بالك دخلنا على السوتشر بتاع مين؟ البلفس. السوتشر بتاع الفلات بون. احفظ بقى على نفسك، انا خلصت البلفس. الكريست يوم ما تتخرج 23 سنه هيحصل لك ايه كمان؟ كلافيكل وقاع الجمجمه. وهم الوحشين بتاع الكليات الثانيه اسكاتش براسي عند 21 سنه هيحصل لهم ايه؟ كره في النين، النوادي بالنين. ويوم ما تقع وتسيب ماما عند اولى ابتدائي ست سنين بيبقى كريمس مع الاسكال ريمس. وسن الجمباز اللي هي الواي شيب سوتشر بتاعت ايه؟ الاسيتابلم. يبقى انا خلصت البلفس صح؟ مش دي فلات جون؟ طب نخلص فلات جون ثانيه قبل السكال المهمه؟ اه على نفسك بقى 40 60 40 40 60 40 40 60 40 40 60 40 ايه بقى؟ ما دول فلات بون برضه. ايه بقى الفلات بون دي؟ الهايويد والاسترنال. يبقى ارسمني بقى الهايويد والاسترنال عشان تبقى دي عظمه اثنين وعظمه ثلاثه. ادي الهايويد بون اهي وادي الاسترنال اهو. 40 على نفسك 40 60 40 40 60 40 وابتدي من فوق 40 60 40 ابتدي من فوق 40 60 40 40 60 40 يبقى دي 40 سنه دي 60 سنه دي 40 سنه يبقى خلصت التو بونز. ايه ال 40 سنه دي؟ الجريتر هورن او جريتر كورنيول حسب ما بتسموها مع الشفت بتاعت الهايويد عند 40 سنه. المانوبريم مش دي بتسموها مانوبريم ودي بتسموها البادي ودي بيسموها زيفايد بروسس صح كده؟ زيفايد بروسس ودي المانوبريم بتاعت الاسترنال. المانوبريم مع الشافت عند 60 سنه، اما الشافت مع زيفايد بروسس 40 سنه، يبقى احفظها على نفسك 40 60 40 40 60 40 ها؟ هايل بون بعد كده ال 60 المانوبريم مع الشافت بعد كده الشافت مع زيفايد بروسس عند 40 سنه. يبقى كده خلصنا ثلاثه فلات هون انت مش اخد بالك، الفالبس الهايل بون وايه؟ والسترنم. اتبقى لنا مين بقى اخر دايره؟ السكالب الماندبل بالتيث. يبقى كده خلصنا الايتش فروم بونز كلها. ما احنا اتفقنا احنا بنسنن من ايه؟ دايره صغيره، دايره كبيره، خط بالطول، خط بالعرض. الخط اللي بالطول ميدالري كافيتي 30 33. الدايره الصغيره كانت بوسيفيك سنتر خلصناه. الخط اللي بال سوري الخط اللي بالعرض الخط اللي بالعرض اللي هو الابيفيزيال لاين اللي هي ايه؟ الابر واللور لام. بعد كده دخلنا على الفلات بونز، اتكلمنا على السوتشرز 40 60 40 واتكلمنا على البلفس. لو تفتكر البلفس الايليا كراست يوم ما تتخرج 23 سنه وهيحصل لك ايه كمان؟ هتشيل على كتفك كلافيكل، هتشيل على راسك، يبقى قاع جمجمه بيزي بيزي او بيزي سفيناي بيزي اكسبت سوتشر. بعد كده الاسكاتش براستي بتاعت البلفس يوم ما الكليات الثانيه تتخرج 21 سنه تستحمل قعدتهم وكمان تستحمل لعبهم يبقى نيه. وبعد كده اتفقنا يوم ما تسيب ماما في اولى ابتدائي وتقع بعد ست سنين بيبقى كريمس مع الاسكال ريمس. وعندنا سن الجمباز في البلفس، حد فاكر سن الجمباز في البلفس اللي هو 15 اللي هو الواي شيب دي سوتشر اللي هو في الاسيتاب. فاضل لنا ايه بقى؟ الدايره الكبيره
السكال بالمندبل بالتيس. تعال بقى السكال هنسلم السكال ازاي؟ اول حاجة الدايمنشنز بتاعتها بالذات السيركمفرنس، بعد كده نمرة 2 الفونتانيلز، بعد كده ادخل على السوتشرز بتاعتها، بعد كده ادخل على المندبل اللي شابكة فيها، بعد كده ادخل على ايه؟ على التيث. يبقى كده خلصنا كل الايجز من الكلام. دايمنشنز افتكر كده انت نازل الدنيا كده، مش حاجة عيلة قوي الحمد لله على كل شيء، بس نازل الدنيا برقم الحلو، رقم الحظ، رقم النح 13 انش. يبقى ما تيجي تقيس العيل كده اللي هو فول تيرم اللي هو 9 شهور في بطن ماما وتقيس السيركمفرنس بتاعه لقيتها 13 انش تسلمه تقول ده تم 9 اشهر في بطن ماما فول تيرم، بنسميه الفول تيرم. خلاص في طبعا الويتس والبريس بس دي مش شهور قوي اللي هي 4 في 5 بس ماشي، بس ال 13 هي المهم. نيجي للفونتانيل، عندك كام فونتانيل تعرفها؟ 2 فونتانيلز، حاجة اسمها انتيريور فونتانيل وحاجة اسمها بوستيريور فونتانيل. كلكم حتى تشوفوا البوستيريور فونتانيل اللي هي مكانها هنا دي، أول ما بينزل العيل بتقوم ماسك راسه كده من ظهره، حتى تمسك أي بيبي مامته بتقول لك اسنده اسنده من راسه عشان ما يقعش. اسنده يا ماما يعني امسكه من هنا عادي؟ اه عادي، دي حتة عظمة ما تخافش نازلة مقفولة. يبقى البوستيريور فونتانيل نازلة مقفولة وانت في بطن ماما 9 اشهر، 9 اشهر وانت في بطن ماما في التيرب. خلاص؟ يعني نازلة مقفولة. بس خلي بالك 9 اشهر قصدي ايه؟ انترفراين. يعني أول ما تتولد دي مقفولة خالص فول تيرب. لو أنت 9 اشهر. لكن أقل من كده لا. أمال دي يا ماما أنا شايف حاجة بتنبض كده، إيه ده دي لسه مفتوحة؟ ده أنا لسه شايف البرين؟ اه الحته دي طريقه وما تمسكهاش لانها لسه مفتوحه. هتتقفل امتى؟ يوم ما تبقى 9 في 2 عند 18 شهر بس بره بطن ماما، ما يبقى عندك سنه ونص وبتلعب كده. يبقى واحده 9 واحده 9 في 2 واحده 9 واحده 9 في 2، بس خلي بالك 9 في 2 دي بعد سنه ونص، لكن التسعه الاولانيه دي 9 مانسز انتر تراين، اما تكمل الفول تيرم ما تتلخبطش 9 و9 في 2 18 شهر سنه ونص. طيب تعالى بقى للسوتشرز. ادي السوتشر، ادي السكال عندي اهي. ايه السوتشرز بقى بتاعتي؟ حاجه زي التاج كده بنسميها ايه؟ تاج او بنسميها الكورونال سوتشر. حاجه من قدام كده بتفصل الفرونتال بون الاثنين اسمها الفرونتال سوتشر. بعد كده حاجه بتفصل البارايتال بونز بنسميها الساجيتال سوتشر اللي بتفصل البارايتال اليمين والبارايتال الشمال. بعد كده في الاخر خالص اللي بتفصل الاوكسيبيتال بون من ورا دي بنسميها ايه؟ لاندويد سوتشر. لاندويد سوتشر. وفي سوتشر لو انتم مركزين بقى وصحيين قوي، في سوتشر في قاع الجمجمه، قاع الجمجمه، قاع الجمجمه اسمه ايه؟ البيزي بيزي. البيزي سفينوي بيزي اوكسيبيتال سوتشر يوم ما تتخرج 23 سنه، خلاص كنا خلصناه خلاص. 23 سنة ويحصل لك ايه كمان؟ هتشيل المسؤولية فين كمان؟ كلافيكال 23 سنة، قاع الجمجمة 23 سنة، وكمان كريست، الإيليا كريست في البلفس 23 سنة، فكنا خلصناه خلاص، القاع من تحت. تعالى بقى، الفرانتال سوتشر ده بيتقفل لكل الناس؟ اه، افتكر كده بيتقفل عند كام؟ مكتوب عندك رقم 2 على جبينك، اه، مكتوب عندنا رقم 2 المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ومكتوب على جبيننا حاجتين مالهمش كتير، هنعيش وهنموت. هتعيش ازاي؟ ماليش دعوه بس هتعيش. هتموت ازاي؟ برضه ماليش دعوه بس هتموت. كلنا اه كلنا. يبقى اللي مكتوب على الجبين رقم 2 افتكر اه ده بيتقفل عند كام؟ 2 years. اول ما بتتم سنتين بيتقفل. في ناس ما بيتقفلهاش النجرايت. معظم النجرايت ما بيتقفلوش غير عند 30 سنه واكتر كمان. يبقى النجرايد الوحيد الفرونتال بيفضل موجود مفتوح. خلاص؟ يبقى مكتوب على الجبين 2 2 2 لكن دي 9 9 في 2 9 9 في 2 مالناش دعوه بيهم، لكن دي 2 ده رقم الحظ 13. طيب تعالى بقى خلصنا الفرونتال، خلصنا الفرونتال، خلصنا البيزي بيزي 23 خلصناه. تعالى بقى التاج. الكرونال سوتشر بيتقفل عندك امتى؟ يوم ما تبقى ناضج. ايه هو قمة النضج؟ ايه السن بتاع قمة نضج؟ يوم ما ربنا نزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
كان فعلا تاج عليه. ويوم ما بقى ماتشور بقى قدرت امتى سيدنا النضج نزل القران سيدنا محمد عند كام سنه؟ 40 سنه. يبقى الكورونا ده بيتقفل في سن النضج عند 40 سنه سن نزول القران. طب الساجيتال سوتشر بيتقفل مع البارايتال تو بارايتالز امتى؟ يوم ما تقدر ترشح نفسك في مجلس الشعب. يقول لك تبقى مش قمة النضج ولكن لو قلت لدين النضج يبقى عند 30 سنة الساجيتال سوتشر بيتقفل عند ايه؟ مجلس الشعب 30 سنة. لما بيبقى عندك 30 سنة. طبعا ما اقدرش اقول ان كل الدفعة النهاردة تمت 30 كلنا هنتقفل 30. لا يا اولاد هو بيبتدي من 25 ويقفل لغاية 30. يعني في فاريشن عالي جدا في افريج احنا بندي الافريج في فاريشن اكوردنج للجيناتيك فاكتورز بتاعتك للنيوتريشنال للانفيرمنتال ها اكوردنج للريس اكوردنج لحاجات كتير مش معنى كده ان كلنا في نفس بس احنا بنتي رينج فده من 25 ل 30 او سن ايه دخول مجلس الشعب 30 سنه. طب الاندرويد لا روح نام بقى روح نام بقى انت خلصت حياتك وخلصت شغلك روح استريح بقى ونام على المخده يستحمل نومتك. ايه اللي يستحمل نومتك ده؟ يبقى لازم دي تتقفل تبقى بون قويه. امتى هتتقفل وامتى هتخلص شغلك وامتى هتستريح وتروح تنام وقت ما تنام وتقوم وقت ما تقوم؟ سن المعاش عند 60 سنة. يبقى اللاندايد ها برضه بيبتدي لبعض من الناس من 50 ويقفل خالص عند 60. يبقى سن الريتايرمنت من 50 ل 60 روح نام بقى يبقى خلاص طلعت معاش دي لازم تبقى اتقفلت تماما. بقيت السوتشرز بقى مش مهمة لأنها بتبقى بعد ال 70 وبعد ال 70 مش مهم أنا اللي يهمني السوتشرز دي. يبقى تاني مكتوبين عندي مين؟ رقم اتنين يبقى الفرونتال عند اتنين، كورونا سنه نزول القران 40 سنه، ساجيتال مجلس الشعب عند كام؟ 25 او 30 سنه، روح نام بقى سن الريتايرمنت عند 60 سنه او قلنا من 50 ل 60، وانت البيزي بيزي عند 23 سنه ويحصل لك ايه كمان؟ مسؤوليه على كتفي كلافيكال وكمان كه كريست. وقاع الجمجمه البيزي سفيناي البيزي اكسبيتال سوتشر. طب كده خلصت ايه؟ خلصت السوتشرز. ادخل بقى في المندبل والتيس، ازاي هتسنني من المندبل وازاي هتسنني من التيس؟ المندبل طبعا يا اولاد حد هيقول لك ايه؟ سنن من السنين، التسنين من السنين. تمام؟ طب المندبل مش مهمه قوي، يعني مش عايزه اقول مش مهمه بس مش يعني بالوايم، ما اقدرش اقول لا اتس فيري امبورتنت. لا. بس هقولها لكم كده بسرعه بالوايم كده اقدر اقول ايه؟ مش هسنن برقم، لا. المندبل اول مندبل اهو في عندي ال الخرم ده اسمه المنتال فورامن وفي عندي المانديبل يعني هسنن ازاي من مانديبلر انجل الاول مانديبلر انجل اللي هي دي هسنن من المنتال فورامن المنتال فورامن هسنن من دي مكان التيسه ما بيدخل هنا ويعشق هنا بنسميها الالفيولار مارشن الالفيولار مارشن خلاص. طيب هسنن ازاي؟ هو مش تسنين ان انا اقول سن لا اقول هل ده تشايلد ولا ادلت كبير زينا كده ولا اولد ايج راجل عجوز بالوايم كده اه لا ده مندبل طفل ده مندبل واحد ادلت ده مندبل واحد عجوز من ايه؟ من التلات حاجات دول وطبعا نمبر زيرو اكيد مش سايز يعني في ناس بقول نمبر زيرو عشان مش يعني سايز بالعقل كده ده سايز صغنن اما الاثنين دول كبار الاثنين مع بعض كبار لكن التشايلد هتلاقي مندبل صغنن. ايه المانديبولر انجل بقى؟ المانديبولر انجل وانت طفل متدلع من باباك ومامتك طبعا هي برضه متدلعه ومايعه اهي اوبتشس انجل راجعه لورا اهي يلا انت بقيت قادر بقى مفيش دلع الانجل بتاعتك بتقف على حيلها زيك رايت انجل. طب اما تعجز وتبقى عجوز هنرجع نتدلع؟ اه يا رب نتدلع من ولادنا بقى هنرجع نتدلع تاني وترجع اوبتشوس انجل تاني زي ما هتتدلع من ولادك ان شاء الله يبقى اوبتشوس رايت اوبتشوس المانديبولر انجل خلاص يبقى دي بالواي ما اقدر اقول ايه ده مندبل كبير ده مندبل اقدر ده مندبل كده. المنتال فورمن الصغير بيعلى وانت صغنون بيبقى المنتال فورمن ناحيه اللور مارشن اما تبتدي تكبر تبقى في الميدل اما تبتدي تعجز قوي تطلع لفوق عند الالفيولر مارشن هي بيني وبينك مش هي اللي بتتحرك
هو ده اللي بينزل بيتاكل. انت لما بتعجز يبتدي بقى الالفر موجة تتاكل فتنزل لها، العظم يتاكل فينزل لها. يبقى وانت صغنون الصغير يعني ناحيه اللور مارجن، بقيت ميدل في النص، هتبتدي تطلع ناحيه الابر مارجن وانت كبير، وانت اولد ايج خلاص العظم بيتاكل وينزل لها. تعال الالفلر مارجن وانت صغنن، عندك اهو الالفلر مارجن اللي شبكه فيها مين؟ الميلك تيز، اسنان لبنان. طب وانت ادلت عندك الالفلر مارجن اللي شبكه فيها البرننتيز كرننت. طب وانت كبير بقى، هي دي اخطر حته، عندك ايه؟ اتريشن للالفلر مارجن، عندك تاكل الساقط ما عادتش ساقط متاكله، ما عادش فيه تيس، التيس وقع كمان. ها يبقى بنقول ايه؟ الالفلر مارجن حصل له اتريشن او حصل له تاكل، يعني دي مش مهمه قوي او بالوايم كده. المهم بقى ازاي تسلم التيس، وده سؤال بيجي زي في الشابتر مثلا المهم قوي 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 ميديكال ليجل امبورتنس اوف تيس، سواء نظري او شفوي دي حاجه اساسيه. ميديكال ليجل امبورتنس اوف هير، الميديكال ليجل امبورتنس اوف فينجر برينتس، دي ثلاث اسئله ما ينفعش اجي في درس الايدنتيفيكيشن ما اكونش حافظ الايدج عشان بتيجي في الكيس، او الثلاث اسئله دول الفينجر برينتس والتيس والهير. طب نيجي بقى ازاي اسلم من التيس من الاسنان. عندي اتفقنا ميلك تيس وعندي ايه؟ بيرمننت تيس. هندرس الميلك تيس اللي هم 20 سنه، يا خبر هندرس 20 واحده. يبقى الميلك عندي 20، حط دسته كمان هيبقوا البيرمننت، يبقى البيرمننت عددهم كام يا دكاتره؟ 32. يبقى 20 و32، هندرس 20 واحده يا نهار ابيض. لا الحمد لله ربنا مقسم لنا بقنا اربع ارباع. الخمسه فوق يمين هم نفسهم الخمسه فوق شمال، هم نفسهم الخمسه تحت يمين، هم نفسهم الخمسه تحت شمال، يبقى هندرس خمسه بس. امال هنا هندرس 32 واحده؟ برضو لا، متقسم اتفقنا اربع ارباع. يبقى الثمانيه فوق يمين هم نفسهم بيتكرروا، هندرس 8 بس. طيب تعالى ندرس الخمسه بقى. ايه الخمسه اللي هم الميلك بقى، الاسنان اللبنيه اللي هي بتبقى صغنونه دي؟ طيب يعني هدرس خمسه، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، خمسه. طب قبل ما تكلميني، لا اكلمك على طول على الارقام. درس واحد عند واحد، درس اثنين عند اثنين، سهله دي ولا صعبه؟ درس واحد عند واحد، درس اثنين عند اثنين، درس واحد عند واحد، درس اثنين عند اثنين، مش صعبه. درس واحد عند واحد، درس اثنين عند اثنين، درس واحد عند واحد، درس اثنين عند اثنين، ده اسمه ايه؟ الفيرست. ينفع اقول فيرست مولر؟ لا لازم تحددي. الفيرست ميلك مولر، امال ده السكند ميلك مولر، لازم. اصل انت لو قلت فيرست مولر يبقى انت قصدك على دول، لو قلت سكند مولر يعني مش لازم تقول بيرمننت، هنا مش لازم بقى تقول بيرمننت، لكن هنا عشان محدودين اول سنتين من عمرك فلازم اقول الفيرست ميلك مولر، السكند ميلك مولر. اهو درس واحد عند واحد سنه من عمرك، درس اثنين عند اثنين سنتين من عمرك، يبقى درس واحد عند واحد عند سنه لما تبقى سنه يطلع لك، درس اثنين عند اثنين لما يبقى سنتين يطلع لك. سهله دي؟ درس واحد عند سنه، درس اثنين عند سنتين. يعني انا هقعد سنه اول سنه الطفل بيبقى قاعد كده احتم كده ما فيهوش اي حاجه ولا عارف؟ لا الحمد لله بيطلع له اول حاجه بتطلع لك سنه الفور عند ست شهور، تبقى جميله كده طالعه كده في اللور كده، سنه زي سنه الفار بالظبط، اللي هي دي السنترال انسايزر، بتطلع له عند ست شهور من عمره، يعني ما بيقعدش لغايه سنه كده. طيب فاضل لي مين بقى؟ خلي بالك انا غلطت، انا قلت سنترال انسايزر وسكت، لا كان المفروض اقول سنترال ايه؟ ميلك انسايزر، لازم اعرف ان انا بتكلم على الميلك انسايزر. طيب فاضل لي بقى دي اللاترال انسايزر والناب اللي بنسميه كيناين، فاضل لي الاثنين دول اكتب عليهم عشان افتكر ايه بقى. دول بيطلعوا امتى؟ سن التطعيمات، مرتبطين بالتطعيمات. ما انت ارجع كده معايا، هو الطفل اول سنتين من عمره بيروح مدرسه لا ما بيروحش مدرسه، بيروح نادي لا ما بيروحش نادي، اول سنتين كل هم امه في اكله وفي تطعيمه، هياكل ايه وياكل امتى ويدخله البيت امتى، ندخله الملوخيه امتى، ندخله ال والتطعيم، التطعيم بتاعه. طيب يبقى مرتبط جدا
انك تطعمه بالسنين. ليه انا ربطت دب ده؟ ربطت دب ده عشان خاطر الست اللي هي البسيطة اللي في الكرة بتاخد عيالها وتروح الوجبة الصحية الطعام رحلة مرة واحدة. هي لسه هتروح بده الشهر ده وده الشهر ده وتقول للدكتور ايه طعام؟ طب ما ينفعش انا طعم مثلا اول 6 شهور، اول 6 شهور ينفع طعم حد اول 6 شهور؟ لا ما ينفعش، لان هو اوريدي اخد انتي بودز من مامته، فانت كده مش هتفيده. هي هتفتكر ان طعام ابنها مش هتيجي بيه تاني، لا مش هتفيده، حرام. يبقى لازم اسنن. انت لو سالت الستات البسطة تقول انت عندك ما عندهمش هابي بيرث داي وانت سنك كام؟ ما تعرفش سنها اساسا، ولا تعرف سن عيالها ولا تعرف سن جوزها، فما عندهمش اللي عندنا ان احنا واعيين وفي علم وفي فاهمين. لا، هي تعالي ماما ده عنده قد ايه ما تعرفش، ده عنده قد ايه ما تعرفش. يبقى انت لازم تسنن من السنين. تسنن من السنين ازاي؟ اول ما تلاقي بقى اللاترال انسايزر طلعت توكل على الله وادي تطعيم الميزلز. انت بتدي تطعيم الميزلز عند ايه؟ 9 شهور 9 months. اول ما تلاقي الكناين طلع توكل على الله وادي تطعيم الام ام ار. بتدي الام ام ار عند كام؟ 9 × 2 18 شهر. يبقى 9 ها عن 9 شهور، 9 × 2 عن سنه ونص. اوعى تلخبط، انا ذكرت في السكه قبل كده 9 و9 × 2، حد فاكر؟ 9 posterior frontalis بس وانت في بطن ماما، 9 months full term، و9 × 2 عن سنه ونص الانتيريور فونتانيل، محدش لخبط. هنا بعد ما تتولد وتعيش بتطعم الميزلز 9 months، بتطعم الام ام ار عن 9 × 2 18 شهر او سنه ونص. يبقى مرتبطين الاثنين، الثانيه طلعت طعم الميزلز، الابره طلعت طعم الام ام ار. يبقى اول ما اشوف الثانيه اللي هي السنترال اللاترال انسايزر اقول اتوكل على الله واطعم مين؟ الميزلز. اول ما الاقي الابره اللي هي القناين الناب اتوكل على الله واطعم بالام ام ار 9 × 2، يبقى الطفل عنده سنه ونص. خلاص كده؟ يبقى احنا خلصنا الخمسه، يبقى درس واحد عند واحد سنه، درس اثنين عند سنتين، سنه الفرع عند كام؟ 6 شهور، وفاضل لي سنه التطعيمات 9 و9 × 2، 9 و9 × 2 مرتبطين بالتطعيمات. خلصت الخمسه، جميل، انقل لي بقى على اخر حاجه البيرمننت تيز. 32، ما احنا اتفقنا 20 هنحط عليهم دسته، يبقوا 32، حد كام؟ 8 اسنان. 8 اسنان اسمهم بيرمننت، خلي بالك. هما الخمسة أهم، نفس الخمسة أهم، هيروحوا فين؟ فاضل بقى كم ضيف هيدخل علينا؟ كم ضيف جديد هيدخل علينا؟ كمان 3 عشان يبقوا 8. ها الكبير دخلت 3 جداد، الثلاث ضيوف الجداد متستتين جوه قوي 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 قوي، عندك جوه بقك متستتين جوه بالستات، دايما زود 6 12 18. يبقى أول واحد اسمه إيه؟ الفيرست مولر، الدرس الأول عند 6 سنين. تاني درس السكند مولر عند 12 سنة. تالت واحد الثيرد مولر عند 18 سنة. الثيرد مولر ده بنسميه إيه يا دكاترة؟ بنسميه درس العقل، ممكن ما يطلعلكش أساساً، الويزدم توث. اللي هو عند 18 سنة بيطلع من 18 ل 25، وأحيانا ما يطلعش خالص. يبقى تشوف الجداد النهارده مين اللي متستتين جوه قوي 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 قوي؟ الفيرست مولر، سكند مولر، ثيرد مولر، متستتين قوي ليه؟ بالستات، برقم 6. بزود 6، 6 12 18، 6 12 18، متستتين بالستات، متستتين بالستات. ايه ده؟ انت سميتي تشوف الجداد مولر؟ يعني ده صح ده؟ ما دول ضيوف لازم ياخدوا هم الاسم الكبير، ياكلوا ايه؟ بيكرمهم ياخدوا المولرز. امال دول يا عيني عليهم كان اسمهم مولر، دلوقتي بقى اسمهم ايه؟ البريمو الاولاني والبريمو الثاني. كلمه بري يعني ان فرونت، اللي قدام المولرز، يبقى الفيرست بري مولر والسكند بري مولر. دول كان اسمهم مولر هناك، دلوقتي بقى اسمهم البريمو. واحنا عندنا بقى البريمو اللي بياخد 9 من 10 في الورقه و10 من 10، يبقى في الامتحانات كده البريمو بتوعنا 9 من 10 و10 من 10. يبقى فعلا نفتكر الفيرست بريمو عند 9 سنين بيطلع، السكند بريمو عند 10 سنين. يبقى الفيرست بريمو بيطلع عند
9 سنين السكند بريمو 10 من 10 يبقى عند 10 سنين. اتبقى لي مين بقى؟ السنترال انسايزر والثانيه لاترال انسايزر والابره الكناين. السنترال انسايزر بيطلع لك امتى؟ بيطلع قوي تقدر تعض بيه صاحبك وتقطعه، ولا تعض بيه تفاحيه وتعض بيه الساندوتش بتاعك. امتى؟ امتى تبقى عارف ربنا بيديها لك؟ يوم ما تعرف، يوم ما تميز الصح من الغلط، يوم ما تعرف ان ده غلط انك تعض بيه صاحبك، لا ده ربنا مدولك عشان تقطن بيه الاكل. امتى تميز؟ امتى سن التمييز؟ عند 7 سنين. يبقى السنترال انسايزر سبحان الله القوي ده بيطلع لك يوم ما تميز وتعرف الصح من الغلط. قبل كده ما كنتش تعرف، فتلاقي العيال اللي قبل 7 سنين كلهم يقعدوا يعضوك مش عارفين صح من الغلط، مش مهم يعضوا، كلها ميلك وطريه وطيبه. لكن دي القويه دي بتطلع لك يوم الايدج اوف ديسكريميشن عند 7 سنين. خلاص؟ طب فاضل دي بقى اللي جنبيها اكتب 8 7 و8، يبقى دي 7 و8 هيتبقى لي القناين. ارسمها حتى كده اعملها عشان تفتكرها 11 سنه. ارسمها كده، ها؟ اعمل كده 11 سنه عشان دي ايه؟ دي اللي هتتحفظ بقى. يبقى 7 8 11. اما البريمو 9 و10، البريمو بتوعنا 9 من 10 10 من 10. اما المتستتين جوه بالستات 6 12 18. ايج اوف ديسكريميشن لا ما تقعدش، ادي 7 8، والكناين بس ارسمهولي كده في الرسمه 11 سنه. يبقى كده احنا ايه؟ خلصنا الايدج خالص. فاضل بقى ايه؟ فاضل اما يجي لك هاو تو دايجنوز ميل او فيميل. بص بقى يا سيدي، انت في الايدنتيفيكيشن في اي كيس في الدنيا هيجي لك مثلا راجل عنده 18 سنه، ست عندها 18 سنه، ايش عرفك ان عندها 18 سنه؟ ايش عرفك ان عنده 18 سنه؟ انت هتعمل ايه؟ امشي ورايا في الحته دي عشان الحته دي بتلخبط ناس كتير قوي. بص يا سيدي، متفقين من الاول ان دايما البنت سابقه الولد بسنتين، موافقين؟ عشان عندها استروجين. بس سابقه في ايه؟ في الاطوال، في الهيافات. لكن ما تسبقهوش في عقله ابدا ابدا. خلاص؟ طب بص بقى، جالك 18 سنه. هيقول لك يا ترى ده راجل هاو تو دايجنوز ان ميل عنده 18 سنه. دي بتبقى جزء من كيس. ولا هل دي ست وحصل لها مش عارفه ايه وسويسايد وحصل لها هانجنج، هيتكلموا في درس الاسويكسي مثلا. بس ازاي تشخص ان الست دي عندها 18 سنه؟ هنعمل ايه؟ احنا اتفقنا من اول اللكتشر كده، قلنا ايه؟ بنسنن ازاي؟ من البون. دايره صغيره، دايره كبيره، خط بالطول، خط بالعرض. انا همشي على نفس الكلام. هعمل لو راجل 18 سنه وميل، هبتدي كده. يا ترى في الاوسيفيك سنتر دكتور شيرين قالت لنا 18 سنه؟ اوسيفيك سنتر اللي كان واحد من فوق، اثنين من تحت، 5 7 8 9، والناحيه الثانيه 6 ريديوس 6 و12، لا كان اكبر رقم 12. صح؟ في الاوسيفيك سنتر كان اكبر رقم 12، يبقى ما فيش حاجه فيها 18. سيبها. تعالى في السكال والمندبل والتيز، سمعت رقم 18 في السكال في السوتشرز مثلا كان فيه 18، في التيس كان فيه 18، الويزدم توث اللي هو الثيرد مولر كان 18 سنه، بقول كان بيه الثيرد مولر طلع عن 18 سنه. تعالى في الميدالري كافيتي كان فيه 18 سنه، كان 30 و33، ما كانش فيه 18 سنه. يبقى خلاص ما فيش. تعالى الابيفيزيال لاين، هل سمعت في الابيفيزيال لاين عن 18 سنه؟ ده احلى رقم، اسماء الله الحسنى اهو في الابر لين كان احلى رقم، الفالنشيس اسماء الله الحسنى 18 سنه بيتقفل. وكمان في اللور لين قلنا احلى رقم هناخده فين؟ من فوق وتحت، الابر اند اوف فيمر واللور اند اوف تيبيا اند فيبيلا. متفقين؟ سهله سهله. ما اقول لك ازاي تشخص 18 سنه عند راجل، تمشي ورايا كده. اوسيفيك سنتر لا مفيش، سكال ومندبل اسيرف، ميدالري لا ده 30 و33، الجزئيه اللايف احلى رقم اسمها الله الحسنى ما بتتكتبش. دي مفيش عليها خلاف ومحدش بيتلخبط فيها، كلنا بنتلخبط امتى بقى؟ بيقول لك ست وعندها 18 سنه. امشي بقى ورايا. انا هقول جمله ويا فهمتوها يا ما فهمتوهاش. الست دي اللي عندها 18 سنه دي سابقه الولد بسنتين. يعني هيحصل لها الحاجات اللي الولد هتحصل له وهو عنده 20 سنه. يعني كل الارقام اللي انا كنت قاعده بشرح فيها من اول اللكشر دي بتاعت الرجاله، بتاعت الولاد. الست لا بتسبق بسنتين.
ما تقوليش بتسبق بقى، في ناس تنقص وتزود وتلخبط الدنيا. بتسبق معناها بيحصل لها الحاجات اللي المفروض هتحصل للولد عند 20 سنه، برضو مش فاهمين، مش مهم تفهم. بص بقى امشي ورايا في الحته دي، لو جات لك 18 سنه وفي ميل هتعمل ايه؟ من بص سيستم، عارف لما نقول بره بينجحوا ليه؟ عشان ماشيين ورا سيستم. هم مش احيانا ما بيبقوش فاهمين حاجات، بس هم ماشيين ورا السيستم، السيستم بيقول كذا. احنا يمكن شويه في فهلوه، وفي احنا ممكن نحود يمين ونحود شمال على السيستم، بس ما بنوصلش. فانت خليك ورا السيستم، السيستم بتاعك بيقول لك اول ما تلاقي فيميل ومعاها رقم بيسالوك عن رقم اعمل ايه؟ جيب الرقم ده 18 سنه وزود 2 هيطلع لك رقم جديد اسمه 20، موافقين؟ 18 بلس 2 ايكوال 20 اهو. اول ما تسمع انها فيميل هتزود بلس 2، واسمع كلامي زود، بلاش حته انا انقص ازاي واعمل ازاي، طبعا هتقعدوا تفكروا، بس امشي ورا السيستم، السيستم بيقول لك شفت فيميل ورقم زود بلس 2 ايكوال 20. هتعمل ايه بقى؟ الرقم الجديد هي سابقاه في الرقم الجديد. الرقم الجديد هتعمل ايه؟ هتدور في الاطوال. اما الرقم القديم هتدور في الدوريات. لانها مش سابقاه، ما دام هي 18 سنه النهارده هو برده 18 زيها، احنا ما بنسبقش بعض في الاثنين، لو سيفك سنتر مش بنسبق بعض لاننا اطفال، البنت زي الولد. مفيش استروجين ولا تستوستيرون. فالاوسيفيك سنتر ما اقدرش اقول بنت وولد، طفل وخلاص. السكال هي ما بتسبقش الراجل في عقلها. اتفقنا؟ ما بتسبقش الراجل في عقلها قبل. هي بتساله في الهيافات بس، بتسبقه في الهيافات في الاطوال كده، تبان انها طويله، ها؟ يبقى اخين كده الواد مقروض كده، والبنت هي اللي باينه انها طولت ويقول لك فرعت بدري. هي تسبقه بس في الجسم. خلاص؟ بلاش تفهم الحته دي خالص، اول ما تشوف رقم وفي ميل زود بلس 2، هيطلع لك رقم جديد. الرقم القديم ما تسيبوش، هتدور عليه في الدوريات، الدوريات دي اللي هي الاوسيفيك سنتر والسكال. طب الرقم الجديد في الاطوال اللي هو الميدالري كابيتي والابيفيزيال لاين. متفقين؟ امشي ورا القاعده، بمعنى لو ست عندها 18 سنه هاجي افكر هل في الاوسيفيك سنتر فيها 18 سنه؟ فكروا كده، في الاوسيفيك سنتر فيها 18، لا ده كان اكبر رقم 6 6 12 12، يبقى ما فيهاش. هل في السكال كان فيها 18 سنه؟ السكال والتيس، الثيرد مولر او الويزدم توز 18 سنه، يبقى كتير يعني ده 18 طلع لها الويزدم. تعالى هنا بقى الميدالري كافيتي كان فيها 18 كان فيها 20، انا بدور بقى في ال 20، انا دلوقتي بدور في ال 20 ماليش دعوه امتى 18. في الميدالري كافيتي كان فيه 20، لا كان 30 و33، يبقى مفيش 20. الابيفيزيال لاين كان فيه 20، ها الساعه والشنطه، يبقى الساعة والشنطة عند 20. يبقى امشي ورايا الرقم وفي ميل زود بلس 2، هيطلع لك رقم جديد. الرقم الجديد تدور فيه في الأطوال والهيافات. طب الرقم القديم أسيبه يا دكتور؟ لا، بتدور فيه في الدوريات، لأنها ما بتسبقوش في الدوريات، هي بتسبقه في الأطوال بس. يعني هي أي نعم عندها 18 سنة. أنا النهاردة عيد ميلادي 18 سنة، بس إيه رأيكم لو طلع لي الساعة والشنطة؟ يعني طلع لي اللي انتوا يا ولاد هيطلع لكم لسه عند 20، ده انا سابقاكم. فالساعه والشنطه اللي هي ايه؟ ال 20 سنه، يبقى الساعه والشنطه اللي هي الساعه لور اند اوف ريديس ماج اسمها، لور اند اوف انا ماج اسمها، والشنطه عند 20 سنه، بس ما سابتش الرقم القديم. فانت لو مش فاهم بتاخد الرقم، يعني قالوا لك مثلا في ميل عندها 21 سنه، هتعمل ايه؟ ادي 21 بلس 2 ايكوال 23. ال 21 يا دكتور هدور فيه في الدوريات، صح؟ ال 23 هدور فيه في الاطوال، المدار اللي كابتشر الابيفيزيال لاين، صح؟ انت صح. فاهمين يا دكاتره؟ يبقى انا بمشي وراه كده 21 في الدوريات اللي هي ايه؟ الاوسيفيك سنتر وايه؟ في السكال، امال ال 23 المدار اللي كابتي والابيفيزيال لاين. وكلمه الابيفيزيال لاين ها؟ يعني بتعني ايه؟ اي الابيفيزيال لاين اللي هي الابر واللور. خلاص؟ عايزه احلها دي برضو. انا دلوقتي عندي عشان ايه؟ ابقى مأكده عليكم كده، 21 سنه بقول لك سنن لي عرفني هاو تو دايجنوز 21 سنه وراجل. راجل. ميل. ادي دايره صغيره، دايره كبيره، خط بالطول، خط بالعرض. الدايره الصغيره الاوسيفيك سنتر سمعت فيها 21 سنه؟ لا، كان اكبر رقم 12، يبقى ما فيش. السكال بالمندبل بالتيس، هل
سؤال سمعته فيها 21 سنة؟ 21 سنة؟ ايه؟ لا مفيش. تعال بقى لميدالاري كافيتي. سمعت فيها 21 سنة؟ لا كان 30 33. تعال بقى في الإبيفيزيال لاين. الإبيفيزيال لاين والأنذر سوتشرز. كان فيها 21 سنة؟ تخرج الكليات الأخرى. مين تخرج الكليات الأخرى؟ كان بيحصل إيه؟ قاعدين بيلعبوا ها؟ كورة بالنيه، يبقى النيه 21 سنة وقاعدين في بيوتهم. إسكال تيبوروزيتي تستحمل قعدتهم 21 سنة. موافقين؟ يبقى أنا ماشية ورا، دايرة صغيرة، دايرة كبيرة، خط بالطول، خط بالعرض. الإبيفيزيال لاين قصدي بيها الإبيفيزيال لاين والأنذر سوتشرز. الإبيفيزيال لاين واكتب أنذر سوتشرز. خلاص كده؟ ماشي كده؟ طب 21 سنة سهلة هي للراجل، ما فيهاش حاجة. طب افرض 21 سنة للبنت. تعالى بقى لو هي بنت هعمل إيه؟ همشي ورا القاعدة بتاعتي، أوعى تفكر، أوعى تقول بتسبق ولا إن في ناس بتقوم منقصة وتبقى خيبة. 21 بنت يبقى 21 بلس 2 يبقى 23. يبقى دي في المين. الرقم القديم أدور عليه في الدوريات. الدوريات. السكارب الماندبل بتيس بارك. الرقم الجديد اللي طلع أدور عليه في الأطوال، الميدالري كابيتي والإبيفيزيال لاين. الأنذر سوتشرز. يبقى متفقين؟ الرقم القديم مش هسيبه، أدور عليه في الدوريات برضه. يعني الاوسيفيك سنتر 21 سنة؟ لا أكبر رقم كان 12. السكال بالمانديبل بالتيس كان فيها حاجة 21 سنة؟ في السكال في السكال في السكال في التيس. لا ما سمعتش 21. ما سمعتش 21. ما حدش يقول لي الويزدم توز. لا دي بتطلع من 18 ل 25 أنا ما أعرفش. ما أقدرش أأكد. والويزدم ممكن ما يطلعلكش. تعالى بقى 23. بدلالي كافتي؟ لا 30 و33 مش هينفع. ما فيش. تعالى بقى في الإبيفيزيال لاين والأنذر سوتشرز. مين 23 سنة؟ يوم ما تتخرج انت، يوم ما تتخرج يحصل ايه؟ على كتفك كلافيكل وكمان ك كريست وكمان ك. اوعى تقول لي قاع الجمجمه هنا بقى، لان قاع الجمجمه دي تبع الدايره الكبيره. اوعى تقول لي قاع الجمجمه، اللي يكتب قاع الجمجمه هينقص لان ما سبقتهوش قاع الجمجمه. يبقى اسمع كلامي، دور في الاطوال فقط. دور في الإبيفيزيال لاين والأنذر سوتشرز. سمعت 23 سنة دي فين؟ في الكلافيكال يوم ما تتخرج والكريست. كلافيكال والكريست. ما تقوليش قاع الجمجمة دي أبداً. أنا ما قلتلكش دور في الدايرة. الدايرة خلاص دورنا فيها في 21. يبقى الرقم اللي بيجي لك بلس 2 لو هي في ميل يطلع لك رقم جديد، امشي ورايا. الرقم القديم في الدوريات التزم بالدوريات. الرقم الجديد في الأطوال التزم بالأطوال. يعني محدش يكتب لي البيزيز في نايت. البيزيز في نايت دي كانت في الدايره وانا ما قلتلكش دور في الدايره على 23. حتى لو مش فاهم هتمشي ورا الايكويشن. خلاص واي حتى مع عايز افهمه يجي لي وخلاص كده يبقى وقفنا الايتش نكمل بقى المره الجايه ان شاء الله. يلا ثانك يو.